يسوع جه وقال هذا الكرمة الحيوية كنت كمال الأبصار ولازم تثبتوا فيا. الكرمة 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 شهادة ونور بتنور طول اليوم بتذيع بشرى وسرور وبتطرد كل هموم. الكرمة وما دام احنا الأقصار ثابتين في الكرمة يسوع دي شهادة لكل الناس ونور للجموع. أحبائنا وأعزائنا في كل مكان في العالم، أهلا وسهلا بكم في حلقة خاصة جدا من حلقات الكرمة المباشر مع حضراتكم. النهاردة إحنا من الاستوديو ونكون بنتابع معاكم حاجات رائعة ربنا بيعملها معانا في قناة الكرمة، ونعرف أخبار الخدمة في الوقت اللي فات والجديد والحاجات الجاية الحلوة اللي ربنا بيعملها في القناة. ومعانا النهاردة في الاستوديو أحبائنا الغنيين على قلوبنا الأسيس أليكس حنا. أهلا وسهلا بحضرتك أسيس. أهلا بك، مبسوطين وجودك معانا. أشكرك وأشكر دعوتك وبشكر رب لأجل عمل الكرمة الحقيقية اللي بتأتي بثمر كثير وثمرها بيدوم يوم بعد الآخر، وبهذا يتمجد الآب أن نأتي بثمر مستمر من خلال ثباته في الكرمة وعمل الرب. رحب بأخت ليديا والأخت سلوى. أحبانا المشاهدين، ليلة آيات وعجائب في اسم الرب يسوع. آمين آمين في اسم المسيح. كمان معانا اختنا الغاليه علينا الاخت سلوى ويليام. اهلا بك اخت سلوى، برحب بك في بيتك ومكانك وبرامجك. الرب يباركك يا اخ سامويل. اهلا بيك، اهلا بالساده المشاهدين، مبسوطين نكون معاكم واثقين رب هيدينا حلقه مباركه، حلقه مجيده، هنستمتع بحضور الرب جدا في الحلقه في اسم الرب يسوع. امين في اسم المسيح. معانا كمان اختنا الغاليه اخت ليديا ماهر. اهلا بك اخت ليديا، برحب بك في بيتك ومكانك ايضا. اهلا بك اخ سامويل، اهلا بك وحضرات المشاهدين. سعيده جدا اتواصل معاكم مش من خلال بس السوشيال ميديا لقناه الكرمه، لكن كمان من خلال الشاشه الصغيره عشان تشارك النهارده على الايات والعجائب التي صنعها معنا الله العلي. حسنا عندنا ان نخبر بها اياته ما اعظمها وعجائبه ما اقواها، ملكوته الى دور فدور امانته. امين 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 امين. حبقنا النهاردة في حاجات كتير، أنا معايا أخبار حلوة كتير، أوراق كتيرة مليانة حاجات. دي مش طلبات الصلاة، طلبات الصلاة عندنا طبعا مش هيكون أربع ورقات زي كده، لكن طلبات الصلاة تكون كتيرة جدا، وهنصلي لأجل كل طلبات الصلاة اللي توصل النهاردة. بس نقول لكم حاجات رائعة ربنا بيعملها معانا في القناة في الوقت ده، ونقول لكم على التحديات، ونقول لكم كمان إيه اللي هيحصل في الأيام اللي جاية في اسم المسيح. بس قبل ما نتكلم ونشارك ونسمع اختبارات من إخواتنا وأحبائنا الموجودين معنا في الاستوديو من خلال استخدام الرب ليهم في قناة الكرمة، خلينا في الأول نعمل حاجة، نحن نطلب من أسيس أليكس يقود لنا الوقت ده بالصلاة. تفضل يا أسيس. يا رب نباركك ونعظمك لأنه ما أعظم أعمالك يا رب، صغيرين نحن عن جميع ألطافك والأمانة التي تصنعها كل يوم من خلال هذه القناة. نشكرك يا رب لأنك ترسل كلمتك كل يوم للحياة والبركة والتحرير والشفاء، ونستطيع يا رب أن نقول أنك أنت ممجد في الكرمة الحقيقية، لأن أبي الكرامة الذي يعمل حتى الآن وأنت تعمل حتى الآن، بهذا يتمجد الآب أن نأتي بثمر كثير. نشكرك يا رب لأجل ثمرك في الخلاص، ثمرك في الشفاء، ثمر الآيات، ثمر العجائب. اسمك يا رب الذي يصل إلى أقصى الأرض. يا رب اجعلنا نكون مصلين معضدين لقناة الكرمة. أخونا صامويل أختنا منى يا رب من أقامتهم على هذا العمل، نضع أيدينا بالبركة عليهم ونرفع أيديهم يا رب حتى من خلال عملك في هذه القناة نكسب الأرض كما كان موسى يرفع يده ودامت الشمس على جبعون، هكذا تدوم شمس البر والشفاء فأجنحتها. أذكر يا رب كل أحبائنا العاملين في هذه القناة، مقدم البرامج أختي سلوى، أخت ليديا، أخت أمل، كل واحد باسمه يا رب أنت تعرفه، الشيخ صموئيل، أخت ميرفت، أيضا أحبائنا يا رب خلف الكاميرات والذين يعملون الليل والنهار. نصلي حماية دم يسوع وقوة حضورك الإلهي
أخواتنا يا رب شفتهم قد إيه بيصلوا وبيتعبوا مع النفوس على التليفونات الليل مع النهار، خلية نحل شغالة يا رب، تعهد الكرمة واضمن حمايتها وارسل روحك وحضورك المعجزي في كل لحظة وفي كل ثانية، واجعلنا يا رب نخدمك في هذه الأيام الأخيرة، ويكون مجد الرب في الكرمة في الأيام الأخيرة أكثر من كل الأيام التي مضت. آمين 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 آمين. أحبائنا، أنا بشكر ربنا لأجل اللي عمله في قناة الكرمة، لأن الكرمة دي بتاعة الرب مش بتاعة إنسان، وبشوف فيها ثمار رائعة، بشوف اللي الرب بيعمله فوق الخيال، بشوف الرب بيعمل حاجات رائعة جدا، مش بس من خلال مؤتمرات وبرامج وناس بتسلم حياتها للمسيح كل يوم، لكن كمان بشوف دليل غيظ إبليس على العمل، وبشوف إن إبليس بيحاول يعمل كل حاجة في الدنيا علشان يعطل الخدمة، عشان يضايق الخدمة، عشان يحطم البرامج، ولو طال يحطمنا إحنا كمان يقدر يعمل كده. لكن أنا بصلي النهاردة ونطلب النهاردة في الحلقة دي صلاة خاصة للكرمة. إحنا هنصلي لحضراتكم طبعا، هيكون في صلاة لكل طلبة صلاة بتوصل، لكن كمان هنطلب منكم حاجة النهاردة قبل نهاية الحلقة، تكونوا بتصلوا أنتوا لقناة الكرمة. أنا طلبت، أنا يعني في حرب من كل أنواع على العمل في قناة الكرمة، لأنه إبليس عارف الله بيشتغل بالعمل ده إزاي، وإزاي سمار بتيجي رائعة، فإبليس مش مبسوط خالص. إبليس بيحاول يعمل كل حاجة في الدنيا عشان يعطل وعشان يضايق وعشان يعكنن. لو يطول يتكلم يطول، يطول يضايق خدام يطول، يطول يعكنن على ناس يطول، يطول يعطل عربيات يطول، يطول يعطل إكويبمنت يطول. لو أقول لكم على حاجة النهاردة، يعني أنا داخل، إحنا بنصلي جدا لأجل العمل في قناة الكرمة، لكن كمان شوية هوريكم إبليس بيعمل إيه، حتى يعني لو طلب أمانة أنا مش عارف يعني لأي حد ممكن يحصل، لكن أنا عارف إن حماية الله موجودة على المكان. شوية تاني هوريكم إبليس حاول يعمل إيه النهاردة، وأنا هطلب من الشباب لو نقدر يوروني بعد إذنكم حاجة. ده جهاز صغير، ده عقل كمبيوتر، ده عبارة عن هارد درايف. الهارد درايف ده هو اللي بيمشي الكمبيوتر، بيبقى فيه كل البيانات وكل المعلومات. هارد درايف ده موجود في أوضة، الأوضة دي فيها حاجة كده زي دواليب مخصوصة اللي هي راكات، احنا بنسميها راكس. الراكس دي مليانة كمبيوترات فوق بعض، الكمبيوترات دي شغالة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، مش كمبيوترات عادية، دي اسمها سيرفرز. السيرفر ده يعني قوي جدا، كمبيوترات قوية عليها معلومات بمئات التيرا بايتس اللي عليها برامج للكرمة. الحاجات دي موجودة في أوضة مخصوص، الأوضة دي مقفولة، والأوضة دي مش بس مقفولة لكن فيها تكييفين، كل تكييف حوالي 5 طن، يعني الأوضة بتبقى ساعة ومكيفة يعني، وصعب جدا، ليها سيكوريتي مخصوص ومحدش يقدر يخشها. جينا الصبح لقينا حاجة غريبة جدا، لقينا المخ بتاع الكمبيوتر ده معمول فيه الشكل اللي هو قدام حضراتكم، يمكن لو قدرت اعمل كده مثلا تشوفوا انه ده، لقينا فيه والع نار، نار ولعة. لو حد يقدر يجيبها من الشباب لو قدرنا نعمل عليها فوكس اكتر، اهو مثلا الشكل بتاعه هو مش كده، ده نار ولعة فيه، انا مش عارف اقدر سايح جزء منه، سايح جزء منه، ففي نار ولعت. انا مش عارف، انا مش عارف ازاي ولعت نار فيه وازاي اتطفت كمان، يعني دي نار ولعت بالفعل واتطفت، اتطفت ازاي انا ما اعرفش، ولعت ازاي، ممكن يكون ماس، ممكن يكون حاجات مختلفة، لكن اهو الاسلاك متفحمة تماما، سايحة، وده سايح يعني نار ولعت ولعة. فلما تكون نار زي كده بتبقى ولعة، وده مش اول مرة تحصل، حصل قبل كده من اكتر من سنة، مرة كنت بالليل موجود، مش عارف ايه اللي كان جابني وقت متأخر بالليل، ودخلت الكرمة ببص ما بين المكاتب فشميت ريحة شياط، فدخلت في الأوضة بتاعت الإكويبمنت اللي فيها كل البرامج، دخلت لقيت ريحة شياط جامدة جدا، رجعت من ورا ما تتخيلوش شفت ايه، شفت نار مولعة من الأرض لعلو يعني 2 فيت مثلا 60 سنتي أو حاجة زي كده، مولعة في وسط الأسلاك. أنا طفيتها بإيدي، طفيت يعني شلت الكهرباء وشلت الفيش وشلت الحاجات وطفيت، وقلت ليكن ما يكون، يعني مش يعني لازم النار دي تقف.
فكانت حماية الرب وترتيبه ان في الوقت ده يا أسيس أليكس انه اجي وادخل، لو النار دي كانت قعدت دقيقة واحدة تاني كان قدر الله كان كل حاجة انتهت. فاللي بيحصل هنا ده يقول لنا ان في حرب شكلها ايه؟ صحيح شرسة على كل الخدام وعلى كل الدنيا، على الخدام، على الخدام. انا لو يعني لسه كنت بتكلم مع حد من الخدام من شوية، مشاكل صحية وحروب وكل انواع المشاكل، فانا عارف ان في حرب ضروس، حرب رهيبة علينا. فانا بطلب منكم النهاردة زي ما احنا بنصلي مع حضراتكم انه انتوا تصلوا معنا. ومش هننسى يا اخت سلوى الحراس على الاسوار طبعا. انا بطلب الحراس على الاسوار يقفوا معانا في الوقت ده. انا بشجع ايام صوم وصلاه كمان يا صلوى. امين امين. ان احنا لو نقدر نصوم 3 أو 4 أيام، نصوم وجبه او وجبتين، ده يعني هذا الجنس لا يخرج الا بالصوم والصلاه، قوه الحروب الروحيه. بقترح مثلا السبت والثلاث والخميس من مثلا انا يعني بحب اصوم الفطار لغايه الغدا. يعني في ايام بنحددها بس على حسب مقدرتك او حسب مقدرتك تقدر تعمل كده معانا 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات يعني، ممكن بسوائل او ممكن انقطاعا وجبه واحده او وجبتين كل واحد حسب يقدر. بس الفكره ان يكون في اتجاه للقلب ان انا يا رب بضحي بالوجبه دي وانا بصلي ان يا رب مش بس تبارك الكارما لكن تحمي العمل ده وتحمي الخدام وتحمينا. انا شخصيا محتاج صلاه، انا بطلب صلاتكم معانا لانه في حرب، مش كل حاجه تتقال لكن في حرب رهيبه، في حاجات ملموسه وفي حاجات مش ملموسه، في حاجات تانية كتير. بس انا دي يعني لانه ده موقف لسه حاصل النهارده وانا مش متخيل سلك متفحم معنى كده ان النار وقع قعدت مولعه في وقت وازاي تطفي لوحدها. وده جزء جوه الكمبيوتر مليان بالاسلاك ومليان بالهارد درايفز. الإيمان اللي في الكرمة بالإيمان أطفاء قوة النار. أمين. ما كان ده في إيمان وفي مسحة اليوم. طبعا. أمين أمين. أنا الرب بيصلي الرب كل اليوم بيخلص. الرب وبنعلن حماية عن مكان. الرب في وسطها والرب قائم على العمل ده والرب صاحب قناة الكرمة. مش أنا، مش إنسان، مش إحنا اللي بنخدم في قناة الكرمة، لكن قناة الكرمة دي بتاعت الرب الكامل، ما حدش لي فيه، أنا ماليش فيها سنت، دي بتاعت الرب 100%. واحنا بنعمل عمل الرب بكل امانه. وكمان عشان كده انا بشوف ابليس متغاظ كل الغيظ اللي في الدنيا. حاجات تانية انا بشوف ناس وخدام بيكلمونا، اقول لكم كنت ماشي في مكان ما وقفني حد كبير في السن وقال لي على فكره انا اعرفك، فبقول له اهلا وسهلا بحضرتك، قال لي انا مش مسيحي بس انا بتفرج على قناه الكارما وبشوفكم، وقعد يقول كلام حلو كلام رائع. في ناس كتير انا عارف يعني مثلا كنا في مؤتمر عيش حر اللي هنشوف منه حاجات بعد شويه، بعد اذنكم احنا هنقول بعض الكليبس كمان. انا عارفه نتكلم فممكن نتكلم شويه وبعدين نرجع للكليبس او حاجات نوريكم مقتطفات، لان في حاجات كتيره جدا عايزين اقول لكم كانت بتحصل في الوقت اللي فات ده، ونشجعكم ترجعوا للويب سايت والسوشيال ميديا وتتفرجوا على الحاجات دي هتلاقوها موجوده. كان في عندنا مؤتمر عيش حر في ميتشيغن، انا كنت موجود هناك كمان، كان معانا الاخت لولا سمير وفريق الوعد وابونا بشوي اسحاق وانيتا سميث، وكان في كمان فريق القوة، وفي كان حاجات حلوه جدا. ده مؤتمر والاسيس اليكس كان موجود. أيوة. ومش بس كده، الاسيس اليكس كان موجود، كان مسؤول، الاسيس اليكس كان مسؤول عن اوضه الصلاه، وانا كنت بدخل طبعا كل يوم وشفنا اختبارات حلوه مع بعض، شفت حاجات حلوه جدا. لو في فرصه نقدر نشوف بعض الاختبارات دي. نعم. انا على فكره يعني حكيت مع اخت محجبه، الاخت دي كانت الحاجه فاطمه، انا مش عارف عايزه تقول اسمها هي ولا لا، بس هي اخت محجبه هناك، وكانت جايه كان عندها ايديها ما بتتحركش. نعم. وبقالها فترات لفت على الدكاتره كلها. كان بقالها كم سنه ولا كم؟ هي يعني من ده كان من اقوى الاختبارات، ان الحاجه نقول حاجه فيه لما جت تحضر المؤتمر قالت انا لفيت على كل التخصصات، وصاموا الشهادة على الاختبار ده لان شافوا بعينيه، وما فيش اي حل، انا ما فيش لا بقدر اتني ولا بقدر اعمل ولا بحرك، وجايه بالكاست من هنا لهنا. وبعدين قلت لها تقبلي الرب سيد ومخلص، قالت لي اقبل صلي معايا، كانت جاهزه على طول، صلت وطلبت الرب، لمسنا الكاست وصلينا في اسم الرب يسوع، وانا كطبيب سابق ما فيش، صلينا دقيقه ونص، قلت لها يا حاجه يلا، عملت لها الاختبارات كطبيب سابق، الحركه حركي كده وكده، حركت كده وكده، حركت كده وكده، الدوران كل الحركات،
كطبيب وعملت لها الاختبار وخلعت الكاست قدام المؤتمر كله. تاني يوم جابت ولادها وأحفادها ما يقرب من 15 شخص جابتهم. تالت يوم أصحابها الغير مسيحيين بيقولوا لها يا حاج احنا هنيجي نتعشى عندك وعاوزين نشوفك ونيجي نزورك. قالت لهم وماله حبايبي تعالوا زوروني في الكنيسة، أنا بدعوكم لعشوة حلوة يسوع اللي شفاني، تعالوا احضروا وهتاخدوا أكلة ما حصلتش مية مية. تالت يوم جابت بقى إيه الأصحاب والقرايب والرب تمجد وعدد كبير كان بيطلع وهنشوف صور ونشوف اختبارها بنفسها. من ضمن الاختبارات العظيمة عشان نعرف عمل الله من خلال قناة الكرمة أنها بتحول المستوى الاقتصادي للناس. جاني واحد أخ صليت معاه من خلال الكرمة من 7 سنين وسلم حياته للرب. قال لي أنا كنت بشتغل عامل سيارات بمسح السيارة ب$3-4 يعني شغلانة ما تعيش ولا تجيب لقمة عيش ولا بيت، بس أنت قلت لي أسلم حياتي للرب والرب هيغير مستقبلي وهيغير كل حاجة. والاختبار ده موجود فيديو برضه أنا اديته الأخ باسم، وقال أنا عاوز أقول اختباري ضروري. أنا بعد ما سلمت حياتي للرب وصليت من 7 سنين الرب قال لي أنت هتبقى أكبر ديلر في ميتشيغن وهديلك ديلر شيب وهديلك سكن وفي 2 أو 3 هتبقى مالك للاتنين. أنا زرته الحقيقة، عزمنا نروح نزوره في الديلر شيب وفعلا كل أنواع السيارات لقيتها عنده أفخر السيارات، وبيقول لي بقيت التوب ليد التوب ديلر من ساعة ما سلمت حياتي للرب عن طريق الكرمة. ووراني المعرض حاجة مبهرة، قال ده أنا ما خدتوش بشطارتي ولا خدته لأن أنا محوش، لكن خالي قال لي أنا عاوزك أنت تيجي وتاخد الديلر بتاعي كده هدية كده الرب الدهول وسكن ومجد. يعني مش بس غنى روحي، لأن غنى مجد براسه فينا نحن القديسين. ناس كانت على كراسي متحركة، بنت صغيرة ما كانتش بتسمع لا بالودن اليمين وجاية بالسماعات، وبرضه حطينا الإيدين وصلينا عليها وعملت لها كده هو. والاختبارات السمع وبشهادة الأسيس أفضل، أهلها فرحوا جدا وسمعت وتحركت. ناس بقى عدد من الحظيرة الأخرى اللي خرج عليهم كان شاب كده جاي دقن كبيرة قوي فاكرينه من داعش، برضه اديت اختباره للكنترول روم، عملوا له كل الفحوصات عشان يشوفوا في حزام ناسف ولا حاجة ولا لا، وعملوا كل الاختبارات وطلع سليم. دخلوه على الصلاة الأول ما دخلش على الاجتماع. لسه بنقول باسم الرب يسوع المسيح، واحد قدية مرتين، أنا مليان صحيح بس هو مليان قدية مرتين، يعني بنقول بس باسم الرب يسوع بقوة الروح القدس هبط على الأرض، شياطين خرجت لاجئون من شعره لأخمص قدميه. تاني يوم جاب علي وجاب محمد وأحمد وقال لهم ما تيجوا نطلع وهنقول اختبارات أكتر بعد كده. ده شوية على فكرة احنا كل اللي بنقوله مش بنمجد الكارما لكن بنمجد الرب. yes. مش بنمجد انسان، احنا بندر مجد للرب يسوع المسيح فقط. احنا ما عندناش اي حد يستاهل ولا نستاهل ولا اي حد ان ربنا يشتغل وياخد ويعمل العمل الجبار ده، بس المجد للرب يسوع المسيح وحده. تعالوا نشوف بعض الحاجات من المؤتمر ده، من مؤتمر عيش حر، وكمان هنشوف بعديه كان في مؤتمر نقلناه في الايام اللي فاتت من وادي النطرون من الكنيسة الرسولية مع الأسيس صفا ويليام، والمؤتمر ده كان رائع وكان فيه مجموعة رائعة من الخدام، كان فيه الدكتور ماهر سامويل، الدكتور زكريا ستاورو، القس أندريا زكي، في الأسيس صفا ويليام، كان فيه مجموعة رائعة من الخدام. أعتقد أن هنشوف بعض منهم في الكليبس اللي موجود، وكمان يعني لأنه كتير فأنا هحاول أحطهم كمان حاجات تانية مع بعض. هنشوف كمان برنامجين جداد بيتذاعوا على قناة الكارما، مش غير المؤتمرات، المؤتمرات هنرجع نكمل تاني، لكن في برنامجين، في واحد كان معمول للأخ هرمز سمير باسم بفضل نعمتك نعمتك هيتذاع، وفي برنامج تاني اسم البرنامج كده اسمه فتش عن المرأة، ما تسألونيش أنا هو اسمه كده هو مثل فنصابي شوشيلا فام فتش عليها فيه معروف يا فالأخ وفيق رمزي، فهنتفرج على أجزاء من دول، في برامج كتير، في حاجات كتير، في ترانيم، في حاجات حلوة. خلونا نشوف الأجزاء دي ونرجع نسمع أكتر من أحبائنا ونكمل مع بعض. يسوع إلهي
تخافوا. قاعد وقلقان ليه؟ قاعد وتفكر في ايه؟ ابويا وابوك دفع خلاص الحساب، ده خلاص حرية مطلقة انك تقدر تسلك كابن وليس كعبد. خطيئة بتفضحك وتصيرك انسان نجس. الخطيئة بتفقدك البنوية على مثال ابن الضال. الخطيئة بتبتدي انك انت تقمع ارادتك وذاتك ونفسك مكسورة وظهرك منحني، لان خلاص حاسس ان محدش هيقدر يشفيك او يبرئك الا شخص يسوع المسيح. النهاردة بيقول لك انا هو، تشجعوا لا تخافوا. يلي بتفكر دلوقتي ما تفكرش. How myself and my husband and my son lived in the Middle East. أنا أريد أشارككم الليلة بأنا حياتي وزوجي وابني اللي عشنا في الشرق الأوسط. I'm sorry, I might not be as exciting as the strength team. أنا يعني متأسف لأنه أنا ممكن ما يعني عندي انفعالية مثل فريق القوة أبطال القوة. So my husband, myself, and my son, we lived in Libya. أنا وزوجي وابني عشنا في ليبيا. In 2013. سنة 2013. We lived in the Middle East for 2 years, but in Libya for 1 year. عشنا في الشرق الأوسط لمدة سنتين، ولكن في ليبيا لمدة سنة واحدة. And after about 1 year of living in Libya, my husband was killed. وبعد ما عشنا حوالي سنة في ليبيا زوجي كان قد قتل. And so I wanted to share why we went to Libya and our life and what happened there. أنا أريد أشارككم لماذا ذهبنا إلى ليبيا ونتكلم عن هذا الشيء. So we were married and we lived in Texas. إلى كل من أرسلك إليه تذهب وتتكلم بكل ما أمرك به، لا تخف من وجوههم لأني أنا معك لأنقذك يقول الرب. ومد الرب يده ولمس فمي وقال الرب لي. نفسي كل خادم موجود يسمع الكلمات دي، اسمعها وخدها. هقد جعلت كلامي في فمك، انظر قد وكلتك اليوم، قد وكلتك هذا اليوم على الشعوب وعلى الممالك لتقلع وتهدم وتهلك وتنقد وتبني وتغرس. هنعملها ازاي يا رب؟ هنعملها ازاي؟ هنقلع ازاي؟ هنهدم ازاي؟ هنغرس ازاي؟ هنبني ازاي؟ خلي بالك الكلمات اللي ربنا قالها الأرمية دي ربنا بيقولها لك. انت مش موجود بالصدفة هنا، انت مش موجود بالصدفة. انت ما جيتش الدنيا دي عشان بابا وماما اتجوزوا وقرروا يجيبوا سامح ولا يجيبوا اي، لا 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 خالص. انت كنت فكرة في قلب الله منذ الازل، ولما جه الوقت المعين والزمن المعين اتى بك ربنا. الله ان اعبدك مستحق يا الله ان نغني. صدقني يستاهل ويستحق. مستحق يا الله حبيب قلبي.
الجسيس سامح، عايز مرة تاني في وسطيكم أشكر قناة الكرمم. احنا حاليا على بث مباشر مع قناة الكرمم، وأول ما اتكلمت مع صامول استفانوس فبقول له احنا حابين نكون عندنا مؤتمر وحابين نقدم، كله قال بكل ترحيب. انا مبسوط ان كنتوا فرحانين معايا، مش كده؟ انا مبسوط جدا ان كنتوا فرحانين. شكرا شكرا. اللي انا عايز اشارككم بيه ان قناة الكرمة على 13 قمر صناعي، 6 قنوات. مبسوطين انتوا كده مش كده؟ وانا جدي فرحان ان احنا هنخدم الرب معاهم في اسم يسوع. احنا بنصلي لاجلهم كتير، لان عرفوا الله يستخدمهم الاستخدام الرائع، ان هم الهوى، رئيس سلطان الهوى ابليس اللي شغال، هم بيضربوا في المعاقل بتاعه ابليس، واحنا بنصلي ان الله يديهم ويكمل معاهم الرساله اللي الرب عملها. البرنامج ده هيبقى بيتكلم عن العبادة، هو برنامج سريع عشان كده هنحاول انك انت تتعلم معنا بعض اساسيات تساعدك انك انت تقدر تعبد. العبادة هي علاقة خاصة مع الله، ده الله ما شالش نعمته من علي ابدا. نعبد الله على اساس النعمة وعلى اساس الدم. انا مشتاق ان اشوفك يسوع، انا محتاج المسك يسوع، شوفك يسوع، أنا محتاج ألمسك يسوع. يعتبر المرأة جزء من المتاع الموجود في البيت، فأنت لما بتنادي مراتك باسم غير كده كأنك بالظبط بتعمل حرب نفسية عليها. في رجالة خاضعوا لستات وخنعوا، لكن أنا رافض إنها تتحول إلى معلمة في الكنيسة. وكفاية بقى دخول العالم جوه الكنيسة. فبصلي كده بحالة من اللامبالاة وقال لي بنت هتتسمى أي اسم؟ بيبقى فيه رفض رهيب لوجود البنت دي في الحياة. ممكن تخليكوا في نفسكم؟ خد كل ميراث أهلك وجدد إخواتك البنات. بيحصل، ومع أكتر القديسين والمؤمنين بيحصل. خلي بالك دي مخطوبة مرتين، يا عم ما تقربش من دي، لا دي أكيد حصل حاجة. لأنه لم أكن أتخيل أن أحيا وأن أوصل إلى هذا اليوم الذي فيه أقرأ عنوان مثل هذا. فمجد ربنا جدا لأجل برامج رائعة، خليكم معانا لسه في كتير احنا مخلصناش. بس أنا بشكر ربنا لأنه زي ما بتشوفوا برامج حلوة جدا، برنامج عن العبادة، برنامج عن المرأة، في مؤتمرات مختلفة، شفنا من مصر وشفنا من ميتشيغان. ميتشيغان مؤتمر عيش حر، كان وقت رائع فعلا بكل المقاييس، أنا استمتعت جدا هناك. وطبعا انتوا عارفين ان المؤتمر ده مسؤول عنه ورب يستخدم فيه الأسيس أفضل، والأسيس أفضل أكشري موجود معنا على التليفون دلوقتي. بنرحب بيك يا أسيس أفضل، أهلا بيك معنا، تفضل. مساء الخير حبيبي أخي صامول. مساء النور، أهلا وسهلا. كل أحبائنا الغاليين في قناة الغالية على قلبنا قناة الكرم والأسيس عليك في كل حبايب. ربنا يباركك يا أسيس. رب يبارككم، أنا حبيت أنقل لكم أخبار رائعة من البركات اللي بنحصدها من وراء قناة الكرمة، ولا بتسقف فينا انكم مش مخليين حدث داخل امريكا او خارج امريكا غير وانتوا هناك، رجليكم هناك، ونفوس اللي بتشوف العمل الجبار دوا من خلالكم. ده يدينا دافع بصدق ان اقول لكل احباء اللي بيشاهدوا الكرمة، ليكم فرصة مرة تانية انكم تكونوا شركاء العمل الجبار دوا.
لما بنشوف مهرجان زي مهرجان عيش حر، أخونا صامول كنت موجود، الأسيس أليكس كان موجود، شرفت كم من نفوس اللي ربنا عمل معها أمور، اختبارات شفاء وتحرير وأشياء كتيرة داخل البيلدينج، لكن ما شفناش اللي برا. اللي برا وصلنا وقدرنا نوصله من خلال الكارما. الكارما الشجرة المثمرة اللي في داخل كل بيت. بصدق بقول الكلام ده بعيد عن جو المجاملات والمبالغات والكلام الجميل. أنا بشجعكم فعلا إن كل واحد فينا، كل جزء جبار في العمل المبارك دوة. تعرف الخصام والرسائل كتيرة صدق بتجينا بالناس، قلت لهم ما انتوا كنتوا حاضرين؟ قالوا لا كنا حاضرين معاكم على الكارما. فدوة يدينا تشجيع ان التعب اللي تعبناه واحنا بنعد المهرجان ما كانش بيوصل لواحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا مية ولا 400 ولا 500 داخل المبنى، بوصل لالاف، بل اتجرأ واقول فعلا وصل لملايين عبر قناة الكارما الجميلة. عشان كده انا بحاول اقول لكم جو اهيد، بنصلي لكم، وانا اتمنى ان اخوات وحبايب وكل المشاهدين اللي بيتابعوا الكارما في كل مكان كلهم دور ايجابي فعلا، لان ده وقت حصاد غير عادي. وطوبى للي بيحصد، طوبى للي بيحصد، طوبى للي بيحصد في 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 مكان مثمر زي كده. من كام يوم كنت بشارك حد في الكنيسة عند، قلت له ده وقت نحصد في العمل ده في قناة الكارما، ده وقت نطبطب على أكتافهم، ده وقت إن احنا نشجع ناس تبارك عمل مثمر زي كده. ماكو وقت نضيعه في أي عمل غير مثمر. فأنا أحب الرب يبارككم وجودكم كان بركة معانا. قبل ما تمشي بس ممكن أستأذنك تشاركنا في كم اختبار عملي من اللي حصل علشان نشجع المشاهدين ونوريهم لما بنبقى فريق واحد على الهواء، والأسيس أفضل والأسس اللي شاركوا في الخدمة في نتائج حقيقية حصلت. ممكن تشاركنا؟ أنا هقول يعني أنت قلت لي أسيس أليكس عملوا لنا كتاب للاختبارات اللي فاتوا، فعلا يعني يتعمل لها كتاب بصدق بدون مبالغة على اللي ربنا عمل السنة دي في عيش حر. من ضمن الاختبارات الجميلة أنا أتذكر اختبار من أخت، يعني واحدة حجية يقولوا عليها بالعراقي، واحدة غير مسيحية، امرأة كبيرة في السن، وجت وبعد ما راحت لكذا طبيب إيديها كانت، إيديها اليسار كانت كتير تعباها، وراحت لكذا طبيب وجات المهرجان أول يوم كان يوم الجمعة وصليت معاها والرب لمسها بلمس الشفاء. الغريب إن المرأة دي راحت تاني يوم اللي هو يوم السبت تخبط على جيرانهم المسيحيين تقول لهم أنا المسلمة رحت العيش حر للمهرجان وربنا عمل معايا معجزة، تعالوا أنتوا أنا بدعوكم تحضروا المهرجان. فدعيتهم وفي نفس يوم السبت جابت بناتها كلهم وإحنا صلينا، أنا صليت مع بناتهم في بعد الخدمة. يوم الأحد جالها تليفون، الكلام ده عرفناه من حد شغال في مصنع، واحد قريبة شغال في مصنع مع واحد معنا في الخدمة. فجال يوم الأحد جالها تليفون من أصدقاء ليهم جايين زيارة، قالت لهم بنفس الكلمة يا خصامل وانت الأسيس أليكس كل أحبائنا، قالت لهم نفس العبارة، قالت لهم من فضلكم مش هقبل أي زيارة لأني مع موعد مع يسوع. هللويا هللويا عندي موعد مع يسوع الليلة، أنا سوري مش هقبل الزيارة. كم الاختبارات اللي حصلت، كم الشهادات. واحد من اللي صليته معاهم وكتب كونكشن كارت، فاحنا الايام دي بدانا مرحله المتابعه مع مئات الكونكشن كارت اللي احنا بنحاول نتابع معاهم، اللي عايز صاله، اللي عايز زيارات فرديه كده. فواحد كنت لما جرى الكارت بتاع اسمه محمد فكتب كنت مسجون والان تحررت بدم المسيح. صدقوني وده انا اتصلنا بيه وعرفناه من فين، ويعني من مدينه حوالي ساعه ونص من المكان اللي كنا عاملين في المهرجان. وجيت الشيء الثالث، النجله اللي شفناها ككنيسه، يعني احنا حاليا في نجله روحيه. كم النفوس الجديده اللي جت الكنيسه حاليا، والناس عطشانه حتى بعد المهرجان. لسه بحكي مع حد سي سالم معايا في الخدمة بقول له في نجلة شايفينها في الكنيسة، في ناس جديدة، ده محطوط علينا حمل كتير احنا نتابع النفوس دي كلها. فكمل اختبارات يا أسيس أليكس طبعا
كتير صعب ان احنا نحصرها ونعدها، لكن شايفين ونقول انتوا جبادرة الدأس والبذرة اللي من سنوات طويلة ربنا حط على قلب أخونا صامول، شايفينها شجرة عملاقة دلوقتي بتنتشر ليها فرع في كل مكان باسم الرب يسوع. ربنا يباركك أسيس، ان احنا لسه لغاية الآن بيوصلنا رسائل، انا بحاول ابعتها لك اول باول، من تأثير المؤتمر، ان مسحة الروح اللي كانت في المؤتمر حتى الان بعد شهر تقريبا او اكتر بيوصلنا لسه رسائل بعمل الله الغير عادي اللي كان في المؤتمر. امين امين. ربنا يباركك يا أسيس ويبارك المجموعة الرائعة، لان شفت تعاون غير عادي، مجموعة تيم كبير جدا شغال، كلهم بيصلوا مع بعض، بيخدموا مع بعض، ايد واحدة بصراحة. التنظيم كمان اللي كان موجود في المؤتمر أنا بشهد له، أنا بروح مؤتمرات كتيرة في حتت كتير في كل أنحاء العالم، لكن أنا بشكركم وربنا يبارككم ويشجعكم ويستخدمكم ويحفظكم أكتر في الوقت اللي جاي أكتر من كل الماضي. أنا عايز أقول لكم الخدمات كانت بتبقى متزاعة على الساتلايت في كل أنحاء العالم، على اليوتيوب وعلى التليفونات وعلى كل حاجة، لكن كمان كنا في أوقات بنحطها لايف على الفيسبوك، وانا نفسي بقى شفت عشرات الالاف لما تشوف الكليبات دي وتشوف قد ايه شافوها، والتعليقات اللي كانت بتيجي، تعليقات تيجي من السويد، كان جاي تعليقات كتيره جدا مش عارف ليه، تعليقات كتيره ويقول، وفي ناس منهم بتقول احنا انا بتابع معاكم، انا بصلي لكم، انا اتحررت، انا اتغيرت، انا الكلام ده فرق معايا، وكان الفقرات رائعه جدا. كان في ناس بيبعتوا لنا من لبنان، من السويد، من سوريا، من العراق، من انا ما افتكر من المغرب، حد بعت لي رساله خاصه كمان وقال رساله مشجعه جدا، غير مصر طبعا كانوا بيسهروا لوقت متاخر عشان يتابعوا. فانا بشكر الرب وبدل الرب وحده كل المجد، وفي حاجات كتيرة جدا 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 لسه ربنا بيعملها ولسه ربنا عايز يعملها. بس زي ما قلت لحضراتكم في الأول، ما ننساش نصلي لأجل العمل ده، الزيت اللي بيخلي العمل ده مستمر هو الصلاة. صحيح في احتياج مادي؟ يس موجود، بس أنا بعتقد شخصيا أن الصلاة أهم حتى من الاحتياج المادي. ليه؟ لأنه لما بنصلي الصلاة بتجيب النفوس وتجيب الفلوس. فأنا بثق في كده جدا جدا، وده شعاري من الأول خالص. فأنا بثق أن ربنا يستخدمكم وتكونوا أنتوا أعضاء وتكونوا تسمعوا الكلمات اللي قالها الأساس أفضل، وتكونوا أنتوا جنود تقفوا معانا وتقفوا في ظهرنا وفي العمل ده. إحنا محتاجين صلاة جدا جدا، طبعا محتاجين تدعيم جدا، لأنه خاصة بعد عيد الحصاد، عيد الحصاد نشكر ربنا لأجله، لكن بعد عيد الحصاد الشهر اللي وراه واللي وراه الدعم أو الدخل الشهري أو التبرعات قلت جدا. فأنا بشجعكم تكونوا شركاء معانا في قناة الكارما، وتكونوا شركاء شهريين كمان، حتى لو مبلغ صغير، حتى لو $30 في الشهر، يعني دولار في اليوم، أو أي مبلغ ربنا يحطه على قلبك. وأنا بشجعكم تكونوا جنود حراس على الأسوار معانا في قناة الكارما. ناخد معانا مكالمة ونرجع نكمل تاني الحاجات الجميلة اللي هنشوفها مع بعض. معنا اختنا دولت، اهلا وسهلا بيك يا اخت دولت. اهلا اخويا صامويل، ازيك؟ اتفضلي، اهلا بيك يا اخت دولت. سمعت صوتك، انا بقالي كتير يا صامويل ما سمعت صوتك ولا كلمتك، ازيك؟ اهلا بيك، اهلا وسهلا. انت على فكره العين عليك يا صامويل، انا قلبي كان بيبكي دلوقتي لما انت كنت بتحكي على الحاجات اللي حصلت. انت العين عليك والناس حزاك، صدقني يا صامويل على الكلام اللي بيقولوه عليك بره، لكن ربنا يحافظ عليك ويحافظ على الكرمه ويبعد عنها كل شر وشر شر. الناس بتغاضى مش عارفه ليه، هم شايلين تاج الستي على راسهم ليه؟ انا مش عارفه، عشان الكرمة، متغاضين من الكرمة ليه؟ ما انتوا بتتعبوا الليل والنهار وبتعملوا حاجات حلوه كتير، وناس كتير بيجوا للمسيح عن طريقكم، ليه الناس تتغاضوا؟ ليه الناس تحسدكم الحسد ده يا صامويل؟ صدقني العين عليكم فظيعه، ربنا يحافظ عليك يا صامويل، يحافظ على الكرمة وعلى كل الجنود اللي شغالين فيها، وكل المجموعة الحلوة اللي بتشتغل ليل ونهار، اللي ورا الكاميرات، اللي ظاهرين، اللي مش ظاهرين. يا رب يا رب يحفظكم، يا رب يرعاكم، يا رب يسيد من حواليكم. يا رب أنا برش دم المسيح عليك يا صامويل وعلى الكرمة وعلى كل المجموعة الحلوة اللي معاك. سامحني إن كنت انفعلت وكده، لكن أنا حزنت لما
ما انت كنت بتحكي وبتقول حصل كده، دي عين ابليس دي اللي عملت كده، ده ابليس الموجود في العالم اللي بيجول ملتمسا من يبتلعه، ولكن قاوموه بالصلاة. عايزين كلنا نقاوم ابليس بالصلاة، عايزين كلنا نصلي ونحط الكلمة بين ايدين ربنا. الرب يحفظها ويشددكم ويرعاكم ويحفظكم وتعملوا عمل اكتر واكتر ويسخر العمل في العالم كله. مبارك اسمك يا رب، مبارك اسمك. انا بصلي اوفر نايت، بقعد الليل كله اصلي، انا اخصص ليله مخصوصه بس ليكم يا صامويل، عشان الرب يحفظك ويحفظ الكرمه ويحفظ كل الجنود اللي فيها وكل المجموعه الحلوه فيها. معلش سامحوني ان انا فعلت، لكن انا كنت متضايقه قوي لما سمعت البتاع اللي اتحرق ده والكهرباء اللي حصلت دي. ربنا معاكم وحافظ عليكم. ازيك يا شيخ يا اسيس قالك، اهلا بيك يا اخت داوود، ما سلمتش عليك. ازيك اختي سلوى وكلكم ازيكم؟ اهلا بيك يا اخت داوود، ربنا معاكم، ربنا يساعدكم ويتعامل مع الناس بيكم بطريقكم ويجيبوا ناس للمسيح اكتر واكتر، وابليس يتغاظ اكتر واكتر ويتفرس اكتر واكتر وندوسه برجلينا اكتر واكتر. ربنا معاكم يسوع، يحافظ عليكم ويديكم اكتر نفوس اكتر من كده. مبارك اسم الرب، مبارك اسم الرب. صلولي صلولي يا سيد أليكس، انا محتاجه لصلاه ضروري. يا رب احنا بنباركك يا رب لاجل اخت دوله، الرب اللي عينه عليك ايضا بيقول لك ثقي انا هو لا تخافي. ان كان في حروب جسديه ولا حروب روحيه ولا حروب نفسيه، لكن يد الله بتمتد عليك الان بملامسه روحيه بتقيمك من ضعفك، قدميك هترجع تمشي عليها، قلبك الرب بيشدده، روحك الرب بيشجعها. بقول لك انا يعني اعطيتك ابناء وبنات في الايمان، واعطيتك نسل واعطيتك احفاد، لكن ثقي انا هو لا تخافي. العدو المشتكي قد تم خرابه الى الابد، ومن سيشتكى على مختار الله. الرب فعلا يطرح المشتكي عن الكرمة، عن النفوس، عن الخدام، عنك اخت دولة. بنشكرك لاجل الصلاة بقوة الدم في اسم الرب يسوع، نقول ينتهرك الرب يا إبليس. الكرمة والخدام والأجهزة شعلة منتشلة من النار لا تستطيع أن تأذيها في اسم يسوع. ممكن أخد شوية طلبات بسرعة؟ أمين. هرجع لك طيب يا سيد أليكس عشان كمان معنا حاجات، لكن أنا أقول لكم اللي الرب بيقوله، الرب بيحط على قلبي إيه. أنا الرب حارسها أسقيها كل لحظة لأن لا يوقع بها. هاللويا. أمين. الرب قائم على المكان. احنا محتاجين بس نصلي زي ما كانت بتصلي الأخت دولة بدموع لأجل العمل. إبليس متغاظ، خليه يتغاظ. العمل مش بتاعي، العمل بتاع الرب، هو حافظه، هو حارسه، هو يقدر يدافع عنه. وبصلاتكم وبتشجيعكم بنقدر نكمل ونقدر نوصل للملايين. وأنا واثق من الكلام اللي بنقوله ده في اسم المسيح. الأستاذ أليكس أنا عارف إن معنا طلبات صلاة، وعارف كمان معنا الأخت سلوى والأخت ليديا وملسفة كمان، ما قالولناش مساء الخير. فأنا هرجع لكم بسرعة، معلش أستاذ أليكس عشان نرجع. وكمان أخت سلوى أنا هرجع لك بحاجة. أنا عارف إن إحنا كنا بنتكلم قبل الحلقة وعجبني جدا الآية اللي أنت كنت بتشاركي بيها، وأنا عارف إنك هتشاركي بيها. تشددوا وعملوا. تشددوا وعملوا. فإني معكم. فده كان كأن صوت الرب لينا كمان. تشددوا، والكلام ده مش لينا احنا بس، لكن ليك وليك انت كمان. تشددوا واعملوا ايه؟ واعملوا. اتفضل يا اختي. الحقيقه الواحد ما عندوش كلام يتقال غير ان الرب عظيم بكل المقاييس. الرب رائع فوق الالفاظ ما تجيب، هو رائع. ولولا ان الرب رائع في الكرمة ما كانش ابليس يحاول يصوب سهام ناحيتها. بمناسبة كلامك ده يا أخ سامويل عن الجهاز اللي اتحرق النهاردة، وأنا داخلة الصبح، أنا باجي بدري شوية، فوأنا داخلة قبل ما افتح الباب اتقفلت واضطربت كده فعلا بالروح، وحسيت أني اتخنقت. رحت واقفة قدام الباب وأعلنت اسم يسوع وأعلنت دم يسوع، وقعدت فعلا أنتهر شكوى إبليس قبل ما افتح الباب.
قلت له في اسم الرب يسوع أنا بقيدك وبعلن اسم يسوع على المكان وبعلن اسم يسوع على المبنى وبعلن حماية دم يسوع على كل الأجهزة اللي جوه في اسم المسيح. لقيت نفسي أنا بصلي كده أنا مش عارفة ولا حاجة، بس لقيت نفسي أول ما اتشديت واضطربت رحت سبت المفاتيح ومفتحتش الباب وقعدت أصلي وأعلنت اسم وقوة المسيح وحمايته وحماية دمه على الكرمة. بعد كده ما كان عندنا اجتماع صلاة من شوية لقيت صمويل بيورينا الجهاز اللي اتحرق. فدلوقتي وأنا قاعدة فكرني الروح القدس قال لي فاكرة أنت الصبح ما جيتي عملتي إيه؟ قلت له آه أنا كنت ناسية. قال لي أنت أعلنتي وقيدتي مملكة الظلمة اللي كانت مصوبة سهم كان ممكن فعلا يضيع المكان. لكن على فكرة احنا مش خايفين ومش هنخاف، حتى لو كنا في الخطوط الأمامية، حتى لو كنا عجبها، بس احنا أعظم من منتصرين. احنا مش قلقانين على العمل لأن مش احنا اللي بنحفظه، العمل عمله وعارفين هي هتيجي في وش الرب وعمر الرب ما هيرضى بكده، لكن العمل بتاعه هو مسؤول عنه وهو هيحفظه. عشان كده لمعت جوايا الآية اللي في حجي 2:4-5 بيقول تشددوا واعملوا فإني معكم يقول الرب، يقول رب الجنود وروحي قائم في وسطكم لا تخافوا. هللويا. هقولها تاني. هللويا. تشددوا واعملوا فإني معكم يقول رب الجنود وروحي قائم في وسطكم لا تخاف. احنا مش قلقانين، احنا مش خايفين، احنا بنشكر الهنا الصالح اللي ملاكه حال حول خائفيه وينجيهم. هللويا. عشان كده في كل يوم بنعلن سلامه المكان، سلامه الاجهزه، قوه دم المسيح على المكان وعلى كل جهاز وبرنامج وكل حد بيشتغل، حتى اللي بيشتغلوا عليهم حروب، الكل في حروب عليهم. عشان كده أرجوك في اسم الرب يسوع، أرجوكي في اسم الرب يسوع، خصص يوم في الأسبوع، يوم في الأسبوع تصلي لأجل عمل الله في الكرمة ولو ساعتين، ولو ساعتين، ولو ساعة، وتطالب الرب بمجد وبحماية، مش بس على المبنى، مش بس على الأجهزة، لكن على القائمين وعلى الناس اللي واقفين على الجبهة، لأن هو مش هيسقف لنا زي ما صمويل دايما بيقول، إبليس مش هيسقف لنا، بس احنا فرحانين لأن هو متغاظ مننا، فده دليل إن احنا لأننا بناخد أراضي، لأننا بنمتلك أراضي منه، لأننا بنسحب نفوس من بين أنيابه وبنوجه نظرهم للرب، فمش هيقف يتفرج علينا. بس بنشكر رب لأجل النصرة، هو قال لنا لا تخافوا فإحنا مش خايفين، بس إحنا عايزين أبطال مصليين معنا، إحنا عايزين أبطال مصليين معنا. بشكر رب جدا 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 لأجل خدمة التليفونات. الحقيقة الحقيقة إن كنا فعلا بنبقى قاعدين 8 ساعات نتكلم ونسمع مشاكل الناس وبندوب معاهم في المشاكل، لكن بنعظم الرب جدا 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 لأنه بيبني نفوس، بيخلص نفوس، بيشجع ناس ضعفة، بيشفي أمراض، بيعمل معجزات، بيشجعنا بأن الناس دي بتقول لنا اللي بنشوفه في الكارما فرق في حياتنا، حياتنا اتغيرت 180 درجة. اللي بنشوفه في المؤتمرات، اللي بنشوفه على الشاشة، نقلنا من حاجة لحاجة. كم من ناس، مش هقول مئات لكن هقول ألاف بأمانة، بيقولولي كانت حياتنا شيء ولما جت قناة الكارما بقينا شيء تاني، عرفنا الإيمان الحقيقي، عرفنا الاختبارات الحقيقية، عرفنا الخلاص الحقيقي، عرفنا أن حياتنا تتنقل من مستوى لمستوى روحي، عرفنا نشبع بالرب وإزاي نقرأ الكتاب وإزاي نركز. النهاردة يا أسيس أليكس في واحدة أخت من بلد عربي كلمتني، هي طلبت أن أنا أتصل بيها على الفايبر، فكلمتها بتقول لي في البرنامج بتاعنا بتاع أطلب وجهي، قالت لي أنا بكتب وراكم كل حاجة بتقولوها. هللويا. وفاكر الحلقة اللي فاتت كان في روح سحر.
أيوة. وحد اتصل واعلننا اسم المسيح. قالت لي والرب فك السحر مجدا والرب اتمجد. هللويا. وكان عندي مشكله صحيه كانت صعبه جدا مش عارفه اخلص منها، اتاري دي كانت شكوى من العدو والرب شفاني. هللويا. قلت له مبارك اسمك مجدًا. يا رب. الكلام ده بالصدفه لما هي طلبت اكلمها، لكن احنا بنشكر رب على النتائج، بنشكر رب على الاستجابات. انا مش هقول استجابات اللي كانت التلات اربع ايام اللي فاتوا، كم من الاستجابات بس التلات اربع ايام اللي فاتوا. ببارك الرب، بعظم الرب جدا جدا، سواء في البرامج، في الشاشه، في القائمين على العمل، في كل شخص في المكان ده. النهارده انا وليديا بنتكلم على ان الرب اختار كل واحد وواحده في المكان ده بخطة إلهية رائعة، وأنا أشهد أمام الله إن كل واحد هنا شخص بطل بجد، لأن كل واحد على قلبه مش نفسه ولا تعبه، لكن على قلبه زي مجد الله. جماعة مش قليل إن إبليس يعمل كده، بس الأروع إن الرب سحقه تحت أرجلنا سريعا في الصليب، ورب أعلن حماية على المكان، وبيعلن وهيعلن، وإحنا مش قلقانين منه، لأن الذي فينا أقوى من الذي في العالم. رب صالح. هللويا. أمين أمين. حبقنا أنا بشكر ربنا لأنه كلامه واضح النهاردة. مرات عديدة من خدام مختلفين بشكل مختلف، رب يقول لي ما تخافش ما تخافش ما تخافش، أنا معاك، أنا في ظهرك. صاحب هو صاحب العمل وهو يكمل. كل افتراءات، كل كذب، كل حيل شيطانية، كل هجوم معنوي، أو كل هجوم حتى مادي، يعني لما يكون هجوم معنوي بيبقى من درجة معينة، لكن كون انك تشوفه بعينك وتكون بتشوف أجهزة بتولع وتطفي لوحدها، ده حاجة تانية. يعني ده مش أول مرة نشوف كده. وأنا حكيت الحكاية دي في الأول، ممكن ترجعوا لليوتيوب بعد كده للحلقة وتسمعوا إيه اللي حصل بالظبط عشان الوقت بيجري بسرعة. لكن ربنا القائم على العمل ده، صاحب العمل ده، ربنا بيحفظه ويحفظكم ويحفظ المكان لمجد اسمه. خلينا ناخد مكالمة تاني من كارين، I think من أوريغون. أهلا وسهلا بحضرتك، تفضلي حضرتك. على الهواء. هلو. هاي كارين. هاي كارين صاحبتنا. كارين are you from Oregon؟ كارين اللي جات قبل كده or from Scandido. كارين الطفلة. كارين الطفلة. Can you hear me؟ Yes I can hear you. Are you from Oregon or from Scandido؟ Oregon. Oregon, so it's different one. Yes, yeah. Yes, Karen, تفضلي. Go ahead. I would like to donate $20 that my uncle gave me to spend. Wow. Thank you. You're welcome, and I'm always praying for Alcadma, me and my family. Thank you. Praise the Lord. Yes. There are also things I would like you to pray for me. Sure, we will. I'm trying to start a music career. I need prayer about that and my eighth grade year. You need prayer for what? For what? We couldn't hear you, so... Can you repeat it again? I'm trying to start a music career and... Music career? Yeah, music career and eighth grade year. Yes. So we will be praying for you. We'll ask Pastor Alex to pray for you right now as well. So we're praying for music career. And what else? You mentioned something else? And my eighth grade year. Eighth grade. You are in eighth grade. Okay. And praise God for you because you're donating $20, which is your uncle gave it to you, to Al Karma. Why do you want to do that, Karen? Well, I have nothing to use it for. And I want to donate it to the Al Karma and just feel it's, you know, something to give back. Hallelujah. How sweet you are. It's really great. Awesome. Yeah. God bless you. I'm sure. حاسة ان ربنا بيكلم ناس كتير انهم يقدموا. انا وانا بداخل من على باب الكرمة الرب قال لي قبل ما تقدم كلمة الله قدم في هذا الحقل المثمر. وانا فعلا حاسس ان روح الله بيكلم نفوس على الشاشة.
من ضمن الاختبارات أخت أرملة سامول. وزحنا نصلي الكارين طيب. Father God, I pray for Karen right now. Yeah. I pray for supernatural anointing. I want to let you know, Karen, that Jesus will give you the anointing. Mm-hmm. And the Holy Spirit will make you like David. You will be a musician, a professional one. And when you play the music, the enemy will flee. And the Lord will use your music and the praise and worship for deliverance, for power of the Holy Spirit. And, you know, it's good to be taught or to go to school for musician to know how to play music. But also ask every day for the anointing of the Holy Spirit, because God will anoint you by your desire. And he said that, I see that your fingers, your hands, your mind, your organs are anointed supernaturally, and you will be famous, you will be known. And for the eighth grade, you will succeed, and you will receive also scholarships in the future. You become very successful, and you will have a very good career in the name of Jesus, because you give from your deep need. You didn't choose to spend the $20 as a child to buy something you like, but you give it to invest in souls in the karma, and I see the Lord will multiply your seeds. Amen. Thousands and thousands in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. 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 In Jesus' name. Amen. أحبائنا, قبل ما أرجع لك ليديا, أنا هاخد حاجات مؤتمرات, بس أنا هقول لكم أحبائنا, بنفكركم إن في بانكوت للكارما بنعمله, بانكوت سنوي, والبانكوت المرة دي هنكون في المحتفل في عيد السنوي لقناة الكارما ال 12, الانوال انيفرساري للكارما. كل سنة وانت طيب. كل سنة وانتوا طيبين. كل سنة واحنا كلنا طيبين ونخدم الرب مع بعض. 12 سنة على قناة الكارما موجودة على الهواء, وحضراتكم عارفين كان في سنين قبلها اعداد وتسجيل وبرامج بتتسجل, ورسميا قناة الكارما موجودة, مش 2005 رسميا موجودة قبل كده. نعم يا أسيس. يوم كامل انيفرساري. الانيفرساري 17 نوفمبر, سوري سبتمبر. سبتمبر. 17 سبتمبر هيكون يوم حد, احتفال رائع. هنشوف الإعلان بتاعه بعد دقايق. أطلب من الشباب إن احنا نحط الإعلان بتاع البانكويت, وكمان في الفاصل ده هنعمل حاجات مختلفة لأن في حاجات كتير والوقت بيجري بسرعة. هيكون في جزء من نهضة للكنيسة العربية في أنهايم, وكان فيها الدكتور نادر شوقي, وكان هو بردك في موجود في نهضة كنيسة تيمبل سيتي مع المرنم هاني نبيل, وكان في مؤتمر مع مداني, كان في الدكتور زكريا ستاورو والأسيس نزار شاهين والأخ زياد شحادة والأخ المرنم غسان بوتروس. فكل دول ممكن نحطهم مع بعض, ولو في فرصة نقدر نحط كمان أيام الحصاد من بورسعيد. كان في مؤتمر بث مباشر كنا بنذيعه من بورسعيد, كان وقت رائع جدا. كان معنا الدكتور شادي جورج, كان الأسيس عزيز أمير, كان الأسيس سامح موريس, كان المرنم زياد شحادة. فكل دول مجموعة مع بعض لو نقدر ناخدهم بسرعة مع الإعلام بتاع البانكويت. وكمان أفكركم وأقول لكم إنه في قناة الكارما تقدر تجيبها على الأبل تي في. أي موضوع الأبل تي في ده؟ الأبل تي في موجود في كل حتة, في كل المحلات تقدر تشتريه. لو أنت بتشوف أو عايز تدي هدية لحد يقدر يشوف بيها قناة الكارما, هيشوف ست قنوات اتش دي هاي كواليتي رائعين, من غير دش ولا حاجة, من غير دش, من غير أي حاجة خالص. كل حكاية إنك أنت تكون عندك إنترنت, هتحط الجهاز ده وتنزل الكارما تي في مجانا. منين بيجو؟ من الابل. الابل تي في موجود في وول مارت, موجود في كاسكو, موجود في بيست باي, موجود في اي محل, كل محل الكترونيات. هتجيب فيرجن 4 او اجدد, هو ب 135 39 حاجه زي كده, مش متاكد بالظبط. هو اكتر من $100 لانه في حاجه تي في ولا جهاز بيت. هو نوع تلفزيون. جهاز, لا مش جهاز. تلفزيون ده جهاز صغير اسود كده اهو موجود قدامنا هو ده. ولما تخش جوه هتقدر تدور, تعمل سيرش على الكارما تي في, جواه هتلاقي قناة الكارما تطلع ست قنوات مختلفين زي ما باينين قدام حضراتكم. تفتح اي واحدة فيهم هتشوف القنوات الستة موجودين بكواليتي اتش دي عالية جدا, وتقدر تشوفها على اي جهاز مجانا طبعا. نقدر نشوف باقي الكليب مع بعض ونشوف باقي الحاجات. تفضل.
دلوقتي مش بس تقدر تتابع قناة الكارما على الأقمار الصناعية والتليفونات المحمولة والآي بي تي في، لكن كمان تقدر تتابع كل قنواتنا وبرامجنا المختلفة من خلال تطبيق الكارما الجديد على الأبل تي في وبأعلى جودة للصورة HD. وبكده بنضمن وصول رسالة الخلاص للملايين حول العالم عبر كل أنواع التكنولوجيا المختلفة اللي بتناسب كل الأعمار. شكراً لاستمرارك في دعم قناة الكارما. يمكنك الآن متابعة قنوات الكارما المختلفة بجميع برامجها على Apple TV Version 4 أو أعلى. لتثبيت الكارما TV App على Apple TV، اذهب إلى App Store. استخدم قائمة Search للبحث عن الكارما TV Live. اضغط Install للتثبيت. بعد إتمام عملية التثبيت، اذهب إلى القائمة الرئيسية ثم افتح الكارما تي في لايف أب واستمتع بمشاهدة قنوات الكارما على أبل تي في بأعلى جودة ممكنة. تتشرف قناة الكارما بدعوتكم لحضور حفل العشاء الفاخر احتفالاً بمرور 12 عام في الخدمة، وذلك يوم الأحد الموافق 17 سبتمبر الساعة 5:30 مساءً في متروبول بانكويت هول مودرن بول روم 701 سنترال أفينيو جلانديل كاليفورنيا 91204. وسيكون معنا فترة تسبيح الأخ المرنم زياد شحادة بالاشتراك مع نخبة من العازفين المباركين وأيضاً نخبة من الخدام الأفاضل. لا تدع هذه الفرصة تفوتك، تعال لتتمتع بشركة روحية ومحبة أخوية. للحجز والاستعلام يرجى الاتصال بقناة الكارما 714-709-4300. السماء يعني. بس كنعان في كتاب مقدس الحقيقي مش رمز للسماء، لان كنعان كان فيها حروب. السماء اخر الاخبار ما فيهاش حروب. كنعان حصل فيها هزيمه، واخر برضو الاخبار ان السماء ما فيهاش هزايم. اذا كنعان لا تعني او لا تمثل السماء، لكن كنعان تمثل الحياه وانت على الارض بس في ملء المشيئه وفي ملء الامتلاك. اذا هل لنا بصورة نبوية من العهد القديم أرض اسمها أرض كنعان وإحنا على الأرض؟ نعم. قوم راجع، برغم أن النقلة حصلت والوديعة حصلت جوايا، قوم راجع عيش كأن النقلة ما حصلتش. الإجابة نعم، والدليل غلطية. غلطية ثلاثة آيات مشهورة مش بقولها لحضراتكم، بقولها الغلطيون. أيها الغلطيون الأغبياء، أن إحنا لأن إحنا معرفش عنك، يمكن انت مش محتاج كده، بس انا في احتياج ملح لقيادة دقيقة في كل لحظة في حياتي. ازمنة رد كل شيء ازمنة بترد هذا النوع من الحياة التي ترد قيادة الرب والصوت الرب الذي يقود تفاصيل حياتك. جايين بنغني وبنقدم ليلة مريحة حم، وبنرفع شكر قلوبنا وبنهديله كل المجد
عايشين ايامنا في خيره بيمتعنا بكل غنى ده احنا ولاده وشعبه غنم مره وبنشهد ليه ده انت الله العظيم وبنسجد ليه يا رعينا الكريم وبنهتف ليك يا مالك السلام ده في غربتنا النعمة بتكفينا وفي شدتنا عمل الرب يقوينا يعلى التسبيح ويدوم كل الأيام. كان إبراهيم نازل على ابنه يذبحه، ربنا قال له خليها لنا أنت ما تقدرش، لأن الله لم يشفق على بل بذله، هكذا أحب الله حتى بذل. قال له شيل إسحاق، أنا بقى ابني فعلا هيتذبح. ليس أحد يضع يده على المحراث وينظر إلى الوراء يصلح لملكوت الله. إخوتي وأخواتي، يعني احنا بنعرف اللي بالفلاحين لما بيحرطوا لازم تركز على الهدف، لازم تركز على الجعالة. بحال ما بتنظر لورا أو جنب الأتلام بتبتدي تتعرج. المركبة هي جان وفرد الأولو وهو الرئيس فيها بينادي يا رايح اللي يسوع أنا دائم للسماء أنا دائم. شفناه في المشهد ده، ايه اللي شفناه في المشهد الجميل؟ صناعة فساد العقول. هذه القصة، هو فاهم القصة، إبليس فاهم اللعبة دي كويس، فاهم انه اللي يقدر يحارب بيه الإنسان حتى من غير ما يكون باين، حتى لو كان في الكنيسة، أحلى حاجة يلعب في مخ الناس. أنا بحب الكلمة اللي بيقول عنها الكتاب، يقول لك وداخلهم فكر وهو عارف القلوب والضمائر. قال انه قديموس من الآخر ينبغي أن تولد من فوق. ليك المجد يا فدينا كسبت وبتلينا نورك نور أراضينا يا علي وهنفضل نغني لك وهنعيد مجيئك نرفع رايه فيك يا علي. ليك المجد ليك المجد يا فدينا كسبت وبتلينا نورك نور أراضينا الكرمة بدعوتكم لحضور حفل العشاء الفاخر احتفالا بمرور 12 عام في الخدمة، وذلك يوم الأحد الموافق 17 سبتمبر الساعة 5:30 مساء في متروبول بانكويت هول مودرن بول روم 701 سنترال أفينيو جلانديل كاليفورنيا 91204. وسيكون معنا فترة تسبيح الأخ المرنم زياد شحادة بالاشتراك مع نخبة من العازفين المباركين وأيضا نخبة من الخدام الأفاضل. لا تدع هذه الفرصة تفوتك، تعال لتتمتع بشركة روحية ومحبة أخوية. للحجز والاستعلام يرجى الاتصال بقناة الكرمة 714-709-4300.
عظموا الرب معي، مبارك اسم الرب. اشوفكم معنا باذن يسوع 17 سبتمبر، تحضروا معنا ونحتفل مع بعض بعيد ميلاد القناه ال 12 على الهواء، غير طبعا السنين اللي قبلها المختلفه، حوالي 4 سنين في الاعداد من ساعه ما ربنا حط في قلوبنا الرؤيه. احبنا انا بشكر الرب لاجل المؤتمرات الرائعه دي، وانا عارف ان نفسكم تقعدوا تسمعوا اكتر، بس تقدر تعمل كده بانك تروح على الويب سايت وتقدر تسمع كل الحلقات، ما فاتكش حاجه وما فاتكش حاجه، تقدر تشوف كل حاجه موجوده اونلاين. خلونا ناخد معانا بعض المكالمات قبل ما ارجع لاختنا ليديا ونسمع اختبارات ومشاركات منها. خلينا ناخد اخونا نبيل من كندا، اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضل حضرتك على الهواء اخي نبيل. سلام المسيح. سلام المسيح، اهلا وسهلا بحضرتك. سلام المسيح الأخ صموئيل والقسيس أليكس. سلام المسيح، مباركات. سلام المسيح، أهلا وسهلا بحضرتك. ورب يحفظكم وحلقة رائعة وجميلة جدا. أمين، رب يباركك. أرجو صلاة قسيس أليكس من أجل إيجاد عمل لي. أمين، حاضر. أمين. وصلات أخرى لأنه توجد عندي بعض المحاربات بالبيت، يعني داخل أفراد العائلة، أرجو الصلاة من أجل السلام والمحبة والاستقرار والرجوع للرب جميعا، يعني قسم لأنه شوية مبتعدين عن الرب، تكون عائلتي جميعا أفرادا للرب يسوع المسيح. آمين آمين آمين. حصل لجل عمل، بس الحروب الروحية لما بتكون في العائلة بتحتاج لصوم وصلاة، وبتحتاج بقدر الإمكان حتى لو لسه ما جوش للرب إنك تجمعهم ولو 5 دقايق أو 10 دقايق، تقرأ معاهم كلمة الله، وباعتبارك أنت رأس لهذه العائلة، المسيح هو الرأس اللي يسكب البركة منك ليهم، وبمحبتك وغفرانك تقدر تربحهم للرب. يا رب أنا بشكرك لأجل أخونا نبيل يا سيد الرب، وغيرة بيته، غيرة على بيته يا رب أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك، ويسوع المسيح الذي أرسلته إرسل خلاص وتحرير للجميع، وسلام الله الذي يفوق كل عقل على كل العائلات المنقسمة، على كل العائلات البعيدة والخربة. أسكب يا رب نعمة فوق نعمة، واعطي لأخونا نبيل يا رب أن يأخذ مكانه في المسيح الرأس الذي منه كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الرب، وبسيرة المسيح فيه يربح أهل بيته ومحبته. آمين آمين آمين. حبينا ناخد معنا مكالمة تاني من أختنا فائزة من كندا، أهلا وسهلا بيكي، تفضلي حضرتك على الهواء. مساء الخير. مساء يسوع، أهلا بيكي. السلام المسيح وإياكم. سلام المسيح معك، أهلا بيكي. من أجل هالجلسة أنا متى أشوفكم بالتيفي، بس بالتليفون، بس لأنه في مريض كتير متألم هلا. أيوة. عنده حسوات بالكلى. يسوع. أسيس نادر، فأرجو أن ترفعوا بالصلاة. أمين. الآن لأنه أمين. كتير متألم، صار له فترة الحسوات مادة تنزل يعني، وأنا متألمة من ظهري، فأرجو الصلاة من أجل أمين. القسيس أكثر شيء. صلي معايا كده أختي فائزة. أشكرك قسيس أليكس، فأنا كتير ما حاكين معك مطالبي. أنا تحت أمرك، الرب يبارككم. إن شاء الله يوم الخميس هيكون عندنا لايف حلقة صلاة أنا والأخت سلوى، وأحب أشوف أكبر عدد منكم، ودي يعني بقى كلها معظمها طلبات صلاة. حط إيدك على ظهرك، وكل شخص متعب عنده ألم حط إيدك على مكان الوجع وصلي معايا أختي فائزة، قولي أؤمن يا رب يسوع، أؤمن يا رب يسوع من كل قلبي الآن، من كل قلبي الآن، أن تسكب علي، أن تسكب علي مسحة شفاء، مسحة شفاء على ظهري وعلى كل الفقرات، على ظهري وعلى كل الفقرات، وتخرج قوة من حضورك الآن، تخرج قوة من حضورك الآن، تبرئ كل آلامي وأوجاعي، تبرئ كل آلامي وأوجاعي، أؤمن بقوة الدم، أؤمن بقوة الدم، واسم الآب والابن والروح القدس يشفيني الآن، باسم الآب والابن والروح القدس يشفيني الآن. أيضا يا رب نرفع صلاة لأجل القس نادر يا رب، لأجل الحصاوي وكل خادم للرب متألم، نخصص يا رب هذه الصلاة
لكل خدام الرب المتألمين المرضى نفسيا أو روحيا أو جسديا، ونأمر باسم الرب يسوع آيات تتبع المؤمنين تخرج الشياطين، نضع أيدينا على المرضى فيبرؤون وتكون يدك عليه للشفاء وعلى كل خادم متألم. آمين 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 ثم آمين. ربنا يباركك يا أخت فائزة ويباركك يا أخي نبيل. خلونا نرجع لأختنا ليديا ونسمع اختبارات رائعة من السوشيال ميديا. عندنا آلاف الاختبارات لكن نختصر على قد يعني، قول لنا شوية اختبارات مش تختصر لكن مش هنقدر نقول آلاف لكن نقول بعض الاختبارات. مية بس اتفضل. الحقيقة الرب شرفني أن أنا أكون جزء من العمل الجبار اللي الرب بيعمله في الأيام الأخيرة. أيوة العمل ده يمكن إبليس بيحاربه، وأي عمل حقيقي فعلا في كرم الرب لازم إبليس يحاربه. يمكن ده شفناه في نحمية 4 بيقول: ولما سمع صنبلط وطوبيا والعرب والعمنيون والأشديون أن أسوار أورشليم قد رممت والثغر ابتدأت تسد. على فكرة شعار قناة الكرمة نقف في الثغر لكي يعرف الملايين الرب. أيوة قناة الكرمة واقفة في الثغر عشان ناس كتيرة تيجي بعيدة، ناس كتيرة متألمة، ناس تعبانة، ناس مريضة، الناس بتفكر في الانتحار، ناس عمرها ما سمعت عن خلاص الرب يسوع عشان ناس تيجي. اللي حصل أنه تأمروا جميعا معا أن يأتوا ويحاربوا أورشليم ويعملوا بها ضرر، وده اللي إبليس بيعمله. إحنا ما عندناش أعداء من بشر من دم ولحم، لكن عدونا الحقيقي هو إبليس. اللي حصل فعلا كده تأمروا، فاللي حصل انه نحمية واللي معاه قال صلينا الى الهنا واقمنا حراسا، وده اللي قناة الكرمة بتعمله، حراس على الاسوار. من فضلك انت وانت كلنا مسؤولين. العمل ده مش عمل شخص ولا فرد ولا حتى مجموعة، لكن ده عمل الهي بيمتد حول العالم. ومكتوب اقمنا حراسا ضدهم نهارا وليلا. وبعدين نحمية قال حاجة جميلة قوي قوي في عدد 14 بيقول: ونظرت وقمت وقلت للعظماء، العظماء اللي في ملكوت الرب والولاة ولبقية الشعب: لا تخافوهم. وإحنا مش بنخاف من إبليس، إبليس تحت الأقدام ودبورة دوسي يا نفسي بعز، الرب قد سلطني على الجبابرة. إبليس مش بيخوفنا. إبليس كل خططه للفشل وكل خططه بتيجي عليه دينونة أبدية، بنصدق في كده. لكن مش بس ما نخافش وخلاص، لأنه مكتوب كده: بل اذكروا السيد العظيم المرهوب. إلهنا سيد عظيم مرهوب، الرب في وسطنا جبار يخلص، الرب في وسطنا مكتوب كده: لم تقصر يد الرب أن تخلص. إلهنا فعلا مخلص، مسميه كده، هو تدعونا اسمه يسوع لأنه يخلص يخلص يخلص، خلص في القديم وما زال يخلص إلى الأبد، يخلص من كل شيء له علاقة بإبليس، بيخلصنا. مكتوب كده: وتحاربوا من أجل إخواتكم وبنيكم وبناتكم ونسائكم وبيوتكم. أنا عايزة النهاردة ناس كتيرة رب ينهدهم أبطال عشان نحارب من أجل إخواتنا، نحارب إبليس من أجل بنينا، نحارب من أجل بناتنا، من أجل نسائنا، من أجل بيوتنا. ونتيجة الرائعة إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني. هرجع تاني وأقول أنه في حرب لرب، حرب مع عماليق من دور فدور. عايزة أقول لكم أن الرب بيستخدم السوشيال ميديا في قناة الكرمة بطريقة غير عادية. الرب بيستخدم التكنولوجيا يوصل للناس في بيوتها، في سرايرها، في أوضها، في أماكن في حول العالم، في كل حتة يقدر يوصل لهم الرب. وعايزة أقول لكم قد إيه الرب بيعمل أعمال رائعة جدا جدا. الرب بيشفي أمراض، بيشفي، بيحرر نفوس. عايزة أقول لكم قد إيه الرب جبار. أخت بعتت لنا، قالت لنا في طفل عنده 7 سنين عنده سرطان في الدم، ومن فضلكم صلوا من أجله، من فضلكم، لأنه الدكاترة قالوا ما فيش فايدة، ولكن الرب ليه طرق، ليه في الموت مخارج، عند السيد الرب الموت مخارج. صلينا لأجله برسالة عايزة أقول لكم بسيطة جدا على الفيسبوك بتاع قناة الكرمة، واللي حصل أنه رب تمجد وبعتت قالت نشكر الرب انه خف تماما وما فيش اي اثر للمرض. مجدا للرب، الرب صالح، الرب في وسطنا جبار، الرب رائع، الرب. عايزه اقول لكم كمان اخت تانية بتقول، اخت اسمها الاخت كريمه بتقول
هي بتتشكر لك يا أخ صامويل وبتقول ربنا يوسع تقومكم ويستخدمكم لمجده. بتقول القصة عصام المحبوب صلى عندما عملت أختي عملية اسمها أختها اسمها كريمة في الهند. بتقول بعد أسبوع دهورت صحتها تماما ووصلت إلى الموت. بتقول فطلبت الصلاة بلجاجة منكم وفعلا الأخ عصام صلى وشفيت بالتمام بمعجزة وتمشي الآن طبيعي جدا. عايز أقول لكم في حرية كمان من الأرواح الشريرة. أخ أخت بعت لنا بتقول أرجو الصلاة من أجل شخص اسمه مدحت بأرواح شريرة تحاول خنقه وتمنعه من النوم ويرى شياطين بلباس أسود تدخل من فمه. بتقول بعد كده بعد ما صلينا لها بتقول شكرا ليك يا يسوع يا من تعطي أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. بشكركم كتير الرب يبارك خدمتكم. حبيت أفرح قلبكم بهذا الخبر. الرب يستجيب رب استجاب لصلاتكم ومدحت تحرر من الأرواح الشريرة وترك المشروب وصار رجل صلاة ويلتزم بقراءة الكتاب المقدس يوميا. أخت طلبت صلاة قالت أنا نفسي أنا وأختي هي عندها بقالها 3 سنين ما جابتش بيبي ومجوزة وما جابتش بيبي وأختها برضو بقالها 5 سنين ما جابتش بيبي فبتقول محتاجة صلاتكم. فاللي حصل أنه صلينا من أجلها. قالت بتقول أنا متزوجة ليا 3 سنوات والآن قد تعظم الرب العمل معنا وصرنا فرحين. أنا حامل دلوقتي ونصلي أن الرب يكمل الحمل على خير ومن فضلكم صلوا لأجل أختي اللي بقالها 5 سنين ما خلفتش. بنصلي لأجلها وواثقين في الرب أنه يلمسها ويعطيها طفل زي ما أعطى أختها. أخ اسمه محمد من المغرب بيقول أنا محمد من المغرب أنا مسلم أريد أن أعرف المسيحية. أخ تاني اسمه الأخ حسام من فضلكم أنا في مشكلة أنا قبلت المسيح بس خايف أعمل أي حاجة حابب أعرف كتير عن المسيح. ناس كتير خايفين ما يقدروش يكلموا ويقولوا مين هو مسيحكو لكن نشكر رب لأجل السوشيال ميديا بمنتهى السرية بمنتهى الأمانة بمنتهى الإخلاص بمنتهى الحب بنبشر بالمسيح مخلص شخصي لحياة الناس. أخ تاني اسمه رامي أنا بقصد أقول الأسامي هي أسامي مش حقيقية بس بقصد أقول الأسامي علشان تقولوا أنه فعلا في ناس أشخاص معينين كتير حول العالم. بيقول أنا رامي مسلم متابع لقناة الكرمة أنا محب للمسيح. كيف يستطيع المسلم اعتناق المسيحية؟ أنا مسلم محب للمسيح هو يستاهل كل الحب في الحقيقة لأنه حبنا أولا. أخ تاني بيقول الأخ اسمه سعيد بيقول السلام عليكم ورحمة الله أريد أن أنضم لصفحتكم هل تقبلوني كصديق؟ من فضلكم ردوا علي أحب أتعرف عليكم. أخ تاني اسمه رامي من الجزائر بيقول أنا عايز أعرف المسيح بما تنصحوني؟ شكرا ليكم ممكن تساعدوني؟ طبعا الأشخاص دي ربي بيوصل لها وبنكلم معاها ونتواصل معاها. طبعا عندهم أسئلة كتيرة جدا جدا موضوع بياخد وقت لأنه عشان نكون بندي المسيح لازم نكون بتناقشوا في أسئلة والأسئلة دي معروفة جدا بتبقى شكوك الناس بتكون بتحطها في ذهنهم من سنين طويلة فإحنا بنحترم ده قوي بنمشي معاهم والأسئلة اللي بيقولوها لنا بنرد عليهم كمان من خلال البرامج اللي نشكر رب لأجل قناة الكرمة بتقدمها لنا زي برنامج أنا مش كافر زي أولاد إبراهيم زي برامج أخرى كثيرة مسجلة كمان دول لايف طبعا لكن الباقيين برامج كثيرة مسجلة رائعة جدا. احنا بناخد البرنامج اللي بيتكلم على الموضوع اللي هو بيكون شكوك أو أسئلة أو استفسار عند الأخ المسلم ونبعته له. رب بيتعامل بطريقة غير عادية. كمان عايز أقول لكم أنه الرب بيتعامل مع مسيحيين. أخ بعد بيقول أنا عايش في الخطية من 10 سنين تعبت جدا بطلب من الله يحررني بسمع كلام الله موجه لي لكن بليل أصلي والصبحية أفعل الشر وبعدين كاتب بالإنجليزي I live in the line of my adultery with personality as soon I keep away from him. بيكلم هو الإنجليز بتاعه مش قوي لكن هو بيقول أنه هو عايش في حالة زنا. بيقول هل يسمعني الله عندما أصلي؟ هل خطيتي فاصلة بينه وبيني عشان كده مش سمعني؟ وإن كان يسمعني ليه مش بيساعدني؟ وهل ممكن حد يساعدني غير الله؟ وكتبني له الأخ دوت الأخ رائع قوي وكاتب حاجات كتير بيقول فكرت في الانتحار بعد كده
كاتب قصة طويلة، أنا أعيش في الشر أعمل إيه، أنا عايزة خطوات عملية للتقدم نحو الله. الرب وفقنا ونشكر الرب أنه قبل المسيح وعايش حياة طهارة، نشكر الرب لأجله. برضو أخ تاني مسيحي بيقول أنا مسيحي بس أنا مش فاهم حاجة، بيقول كده، بس أنا معرفش أي حاجة عن المسيحية، أنا مسيحي بالاسم، ممكن تفهموني؟ كمان الأخ ده كمان رائع جدا، بيقول، هو اسمه الأخ علي، بيقول السلام عليكم، أريد أن ألتحق في دين التسامح والرحمة، هل تقبلوني معكم؟ وبعدين ابتدينا نتكلم معاه، بيقول أنا كنت بتصور أنه دين المسيح ما يعرفش الحلال والحرام، بس أنا دلوقتي أتأكدت أن أنتوا على دين الحق. وطبعا هو بيقول بيلعن كل من حرضني ضدكم، احنا بنبارك مش بنلعن، هو طبعا يمكن خلفيته كده، لكن احنا فهمناه، احنا مش عمرنا ما لعننا حد، لكن احنا بنبارك حتى اللي بيلعنونا. وبيقول اسال الله ان يمن علي بالتوبه ان شئت لكم، بيقول الرب يحميكم من كل مكروه، زي ما يعني يبعد عنكم اللي احنا بندعيه عليكم في المساجد، لانه في المساجد احيانا بيدعوا على المسيحيين، وبيقول في المساجد بيقولوا ان المسيحيين كفار ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر، وبيشربوا خمر وبياكلوا رحوم خنازير ولا يجوز حتى السلام عليهم. اختصار الكلام ابتدينا نكتب له احنا معتقداتنا ايه وايماننا ايه. وبعدين بيقول طيب يا أخي أنا قريت هذه الرسائل، هل هذه رسائل تكفي؟ أنا جاهز لخدمة دين المسيح، أنا عرفت وأنا موافق على هذا الدين، الدين الحق. نشكر رب لأجله، قبل المسيح وعرف المسيح وماشي مع المسيح. بنعلمه الصلاة، بنعلمه الصوم، وبنعلمه الحاجات اللي يمكن مختلفة تماما عن خلفيته الإسلامية، لكن نشكر رب لأجله. هو أخ مبارك وبيتابعنا في صفحة طول الوقت، أخ من روسيا كمان. يعني أنا عارفة قناة الكرمة طبعا في كل العالم بتغطي كل العالم بمجد الرب، لكن أخ من روسيا باعد بيقول من فضلكم أنا عايز أول ما تنزلوا بوست على قناة الكرمة، صفحة قناة الكرمة اللي هي الصفحة الرسمية لقناة الكرمة وهي الصفحة الوحيدة لقناة الكرمة، طبعا بصيد بجانب برامج، كل برنامج عندنا لايف شو اللي هو برنامج بس مباشر بنعمله صفحة طبعا مخصصة ليه، لكن الصفحة الرسمية لقناة الكرمة هي دي الصفحة الوحيدة اللي عليها علامة صح صغيرة بالأزرق كده هو. فبيقول أنا عايز أعمل حاجة بحيث كل ما تحطوا بوست على قناة الكرمة يوصلني. أخ من روسيا اسمه الأخ إيميل، لطيف، ربي باركك. وقلنا له إزاي الطريقة إن هو يكون بيتواصل معنا ويوصل له، أول ما نحط حاجة على طول توصل له، إن كان فيديوهات، إن كان ترانيم، إن كانت لايف شوز، مؤتمرات زي ما حركتوا شايفين، بنعمل كمان لايف على صفحة الفيسبوك، لأنه مش كل الناس يمكن عندهم تلفزيونات، يمكن مش قادرين يتفرجوا على قناة الكرمة لأي سبب من الأسباب، يمكن خايفين من اللي حواليهم، لكن على الموبايل عندنا آب طبعا، على الفيسبوك، في كل حتة ممكن تلاقي، على الانستجرام رب مدينة، على تويتر، في كل حتة ممكن تقدر تخش على التواصل الاجتماعي، على اليوتيوب طبعا عندنا كمان بس مباشر على اليوتيوب، نشكر رب لأجله. أخت بعتت بتقول صلوا من أجلي، أنا قربت أولد وعندي شعور بالخوف وإني هموت، وجوزي كل كلامه سلبي، بيقول لي كلامي ضايقني إنه هياخد الولد بعد ما أولد ويرميني في الشارع، ولما بيكون كويس بيتأسف على الكلام ده لكن مش من قلبه، أنا حقيقي تعبانة، صلولي. ناس كتيرة خايفة وناس كتيرة تعبانة وناس كتيرة متألمة حول العالم، عشان كده إبليس بيحاربنا وإحنا بنساعدهم، لكن إحنا مش هنيأس، بالعكس هنقف واثقين في الرب إلهنا اللي في وسطنا، إنه عمل عمله والكرمة دي كرمته، وهو ساهر على كلمته ليجريها، وساهر على الكرمة. إحنا بنشوف كل مخططات إبليس للفشل ومصدقين فيه واثقين فيه، إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده. أمين أمين. ربنا يباركك أخت ليديا، ربنا يستخدم كل الاختبارات دي تكون سبب تشجيع لناس كتير في كل أنحاء العالم. حابة أنا ناخد مقتطفات بسيطة من شوية برامج جديدة هتشوفوها على الشاشة في الوقت ده، وارجع للأسيس أليكس، دي لك وقت. أمين. لسه أنا عارف في طلبات صلاة كتير، في طلبات صلاة جوه، لكن هناخد لمحات بسيطة سريعة من برنامج هيتذاع جديد اسمه لمحة مع الأخ أيمن كفروني، في برنامج تاني اسمه مش لوحدي معمول من ميديا هاوس، في برنامج تاني اسمه البرهان
اعتقد في قناه من القنوات بتاعتنا الكارما اتذاع اي ثينك في نورث امريكا اجزاء منه. البرنامج ده معمول مع الاخ امال جندي وكمان الاخ سامي حسن. برنامج يونيك وفريد وحلو جدا هتشوفوا منه لمحات. برنامج تاني اسمه ليه لا مع القسيس صفا ويليام، وكمان هنشوف ترنيمه رائعه مع فريق مش عارف اقدر اقول فريق كنيسه ترانشو ولا ايه، لان هم مجموعه رائعه، لكن اللي بيرنم هناك في الترنيمه دي الاخ تامر العجمي، مرنمين مختلفين منهم الاخ تامر العجمي وكمان الاخت نانسي باستا ومعاهم الاخ سامح باستا والمجموعه الرائعه من الخدام والمرنمين. تعالوا مع بعض نشوف دول بسرعه لقطات سريعه من كل واحد فيهم وارجع للاسيس اليكس ويكون معاك الوقت يا اسيس. تفضلوا مع بعض. بعالم صارت الأنانية فيه هي الصفة الوحيدة اللي بتميزه، قديش نحن بحاجة نسمع هالرسالة من الرب يسوع المسيح، وما بيكفي نسمعها، قديش نحن بحاجة نشوفها عم تنعاش. صعب كتير على الإنسان يحب حدا أكتر من نفسه، مشان هيك هو بحاجة لقوة محبة مش موجودة فيه حتى يقدر يحب. ما حدا بيعرف يحب صح ويعطي محبة صحيحة مثل يسوع. يوم اللي قال الرب يسوع لتلاميذه تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا، كان رايع الصليب وليلتها قال لهم كمان ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. إذا بدنا نتعلم نحب صح لازم بالأول نصدق أنه يسوع بحبنا. هل بتصدق أنه يسوع بحبك؟ يا رب أعطني السكينة لكي أقبل الأشياء التي لا أستطيع تغييرها. كان عندي مشكلة كبيرة في البنت الكبيرة وابتديت أشيل هم هتبقى إزاي الصغيرة. طبعا كنت رافضة هذا الوضع ورافضة اللي ربنا عمله فيها. الدكتور قال لي إن هي هتفضل كده، اعتبريها من البركة بتاعتك. هنعيش كده إزاي؟ هنتعامل إزاي؟ وأعطني الشجاعة لكي أغير الأشياء التي أستطيع تغييرها، وأعطيني الحكمة لكي أفرق بينهما. بقوة ربنا وبمعونته معايا زي ما أكون بيقول لي أنا مش هسيبك وأنا هكون معاكي. حتى لو الواحد بيشكر من وراء قلبه ربنا قابل للشكر ده وبيعوض بالشكر ده. خليكي مطمنة دايما أن أنت مش لوحدك. صديقي إبراهيم دعاني أقضي معاه يومين أغير فيهم جو واستمتع بوقت معاه. بعت لي تاكسي ياخدني من المطار. في أول لقاء بيني وبين حسن دردشنا كتير طول الطريق. برنابك كان شخص يعني شخص معروف عندكم؟ وده مع الفكرة ما كانش آخر لقاء لينا، لأنه حسن كانت عنده أسئلة كتيرة عن الإيمان المسيحي. عندنا بيقول ما تصلبش شبه به. أولاً ده تعبير مغلوط. في لقاءاتنا التانية مع بعض قدمت له براهين وردود على كل تساؤلاته. وانت بتقول هو الله وهو ابن الله وانتوا اللي خليتوه على خشبة الصليب. انا 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 ابو علي مظبوط. انا انا اللي قلت لك يا ابو علي انا اخذت الكلمه من عندك. أيوة. مظبوط. علشان تعمل عمل يدخلك الجنه ما فيش حاجه اسمها كده عندكم بس مش عندنا. على حسب اعمالك انت راح تدخل الجنه. فين تروح اعمالي الحلوه اللي بعملها؟ الله يقبلنا لو قبلنا عمله بالايمان على الصليب. ما متفق معاك في كل الاشياء. ما تستسلمش لحاجه تعلمتها وانت صغرك واخذتها بدون ما تدرس ولا تبحث وتصدقها. ما بعرف كيف اوصف لك. دماغي بيروح ويجي. مات المسيح من اجلي ومن اجلك عند الصليب. تمت المصالحة بين الله والناس. وهو ده موضوع برنامجنا اللي سميته البرهان. We'll be right back.
أهلا وسهلا بيك عزيزي المشاهد في برنامجك وليلة. وليلة أن ربنا يقدر النهاردة يحول الواقع الأليم اللي أنت بتمر بيه إلى مستقبل عظيم. وليلة أن ربنا النهاردة يقدر يحول اليأس إلى رجاء والمرض إلى شفاء، بما أن هو إله المستحيلات العظيم، إذن فهو الإله القادر على التحولات. ترانيم حلوة وبرامج حلوة ونقدر نسمع ونستمتع من هنا لغاية قنوات كتيرة موجودة، 6 قنوات تقدر نقدر نشوف فيهم حاجات رائعة، وكمان تقدر ترجع للحاجات دي كلها وتقدر تشوفها على يوتيوب لو فاتك حاجة وتحب تشوفها. أسيس أليكس أنا هرجع لك لأن الوقت بيجري بسرعة وبيقول لنا كده بقى 10 دقايق أو حاجة زي كده، فاتفضل حضرتك. أنا في حاجة بس يعني وأنا كنت جايب فكرة بس الرب غيرها وقال لي أقول لك أنت شخصيا والقناة الوعد اللي الرب ادى لي يشوع في يشوع 8،
قال الرب ليشوع: لا تخف ولا ترتعب، خذ معك جميع رجال الحرب. أمين. وقم اصعد إلى عاي. يعني حاسة أن دي رسالة للكرمة وليك أنت شخصيا بصفة خاصة كشخص الرب اختاره قائد للعمل. ليه الحروب كانت بتتصاعد في حياة يشوع مع أنه كان بيبني مذبح وبيقرأ كلمة الله في أوقات كثيرة من الصبح بالليل؟ دخل به الرب من عاي إلى أريحة. فالرب بيورينا أنه كل ما بتتصاعد الحرب ده معناه امتلاك أراضي جديدة. فبكر يشوع وأخذ جميع رجال الحرب وبعدين أخذوا المدينة. لكن فصح 9 نلاقي أنه في أريحة وفي المدينة اللي كان ليها الأسوار، ووقت الحرب ده كانوا بتقرأ جميع كلام التوراة حسب ما جاء، يعني كما أمر به موسى. الناس في محضر الله، في مذبح، في صلاة، في عبادة، لكن في حروب. أصح 9 بعد ما انتصر في عاي وانتصر في أريحة، قام عليه ملوك 10، سمع جميع الملوك الذين في عبر الأردن وفي السهل، 10 ملوك تقريبا، الحسيون والأموريين وإلى آخره، اجتمعوا لمحاربة يشوع وإسرائيل بصوت واحد. يعني 10 ممالك قالوا إحنا متحدين. الحرب بتزيد وبتزيد وبتزيد للممالك. ده معنى إيه؟ معنى إنه الحروب دي بتزيد. لكن سكان جبعون دولا، جبعون دي كانت مملكة عظيمة بيقول عنها الكتاب، وكان كل رجالها جبابرة مأس. فسكان جبعون لما سمعوا بما عملوا يشوع في أريحة وعاي، الرب خده بالتدريج. يعني الحرب كانت بتتعاظم اليوم بعد التاني، بس في كل مرة كان الرب بيديله مدن عظيمة. جبعون كانت أعظم من أريحة ومن عاي، لأن في جبعون بيقول عنها الكتاب إنها مملكة عظيمة، صاروا إلى يشوع ملوكها عظماء، جميع رجالها جبابرة بأس، وقال ليشوع: عبيدك نحن. وقالوا: اقطع لنا عهد. أنا مش هقول كل القصة عشان عشان الوقت وكده. أصح 10 جه أدوني صادق ملك أورشليم وقال يشوع خد عاي وحرمها وخد أريحة وملكها، وكمان هيعمل وسكان جبعون اللي هي، لأن جبعون مدينة عظيمة كإحدى المدن الملكية وهي أعظم من عاي. ده معناه أنه مع كل حرب الرب كان بيعظم النصرة، كان بيعظم الامتلاك، وكل رجالها جبابرة. فأرسل، مش هقرب القصة عشان الوقت، لكن قعد يحفز في الملوك، فكل ما بيجي ملوك أكتر للحرب يقول لك أزعجهم الرب، 10 ممالك، وضربهم ضربة عظيمة في جبعون، وبينما هم هاربون رماهم بحجارة عظيمة، وكان الذين ماتوا بحجارة البرد أكثر من الذين قتلهم بنو إسرائيل بالسيف. فأنا عاوز أقول لك أن الرب بيقول لنا في الحروب استريحوا، الحرب ليست لكم، هي للرب، اللي هو هيعمله بإيده أكتر من اللي هنشوفه بعينينا. ففي ذلك اليوم الرب كان عاوز بقى يديله سلطان على الطبيعة والسلطان في الشمس. فوقف القمر ودامت الشمس حتى انتقم الشعب، وبيقول كده: وقفت الشمس في كبد السماء ولم تعجل للغروب نحو يوم كامل، ولم يكن مثل ذلك اليوم قبل ولا بعده. يعني اليوم اللي بيكثف عليك العدو أو على أي مؤمن الحرب وهو في الروح وهو بيصلي، ده اليوم اللي هتطلع منه باختبار. ده برضو عدد الرب بعته لك بصورة شخصية، يشوع 10: ولم يكن مثل ذلك اليوم قبله ولا بعده، سمع فيه الرب صوت إنسان، لأن الرب حارب عن إسرائيل. أمين. وهرب أولئك الملوك وضربهم ضربة عظيمة. فكل ما الرب بيعجل بالانتصار الحروب بتتجمع كلها مرة واحدة، لأن في أيام هتيجي هتشهد أنه فعلا دي أيام ما فيش زيها جت بعد كده. وبيقول الكتاب بعد كده حصل مصالحة ورجع يشوع، بيقول لك: ولم يكن إنسان يسنن على شعب الرب بعد كده. فكل كلمة الرب منعها، وأدام السلام وأدام البركة. فده بس اللي أنا عاوز أقوله. ناخد طلبات الصلاة. المسيح. أمين. عندنا طلبات صلاة كتير النهاردة، وأنا عايز كمان ناخد أسمع من أخت سالة وأخت ليديا، وأنا عارف عندنا يمكن 10 دقايق تانية أو حاجة زي كده. فتحب تقول لنا بعض طلبات الصلاة أساس، وبعدين نرجع ناخد أخت سالة وأخت ليديا وارجع تاني مع حضرتك. جواد من إيران بيطلب صلاة الرب يفتح الأبواب. نشكر الله
قناة الكرم وصل إيران وروسيا عابر من 5 سنوات محتاج زوجة ومحتاج باب رزق. افتح يا رب أمام أحبائنا في إيران وكل العابرين يا رب اللي بيطلبوك، حل كل المشاكل وافتح أبواب الرزق والارتباط. صلى لك دكتور في أستراليا عنده انترفيو بعد 2 ساعة. الرب يفتح أمامك الأبواب ويباركك ويعطيك نعمة فوق نعمة وتتقبل في أحسن وظيفة وأحسن سالري. سكا need to find wife. الرب يعطي لكل واحد بيطلب شريكة حياة مؤمنة. ماريانا عندها محكمة بكرة وعندها طفلين. يا رب أذكر كل المحاكم يا رب الزوجية والعائلية وانصف عبيدك وحل المشاكل بسلام. رجاء الزوج بيلعب قمار و he doesn't care of the family. بنصلي يا رب طلبة خاصة لأجل الأزواج والزوجات إنك تيجي يا رب تصلح العائلات المنهدمة وتري ذاتك يا رب حيا ببراهين كثيرة وتجمع الأزواج المتفرقين إلى واحد. سلامة عنده مشاكل 26 سنة وبيطلب الرب يحلها في اسم الرب يسوع بحل كل المشاكل. في بعض الطلبات برضو رسائل جت بنصلي لأجلها. أخت بتطلب الصلاة لأجل ابنها في الامتياز. الرب يعطيه بركة ويعطيه نعمة أنه ينجح ويعدي الامتحانات. الأخت شيري كيري بتقول عاوزة صلاة، أريد صلاة ليمنح الرب قرار في اختيار شريك الحياة ويعلن الرب المحبة، وأثق أن أنا هشهد في الصلاة على قناة الكرمة باللي صنع الرب يتنازل إليكي ويديكي شريك الحياة المؤمن. الأخت ناردين بتصلي لأجل عشان الألام كهرباء في المخ وبطني وإمساك وكوليسترول، ومن أجل مانو وتيتا ونانا وبابي ومامي وقريبي الرب يباركه ويشفيكي ويمد يده بقوة إلهية عليكي. الأخ هاني صلاة من أجل تيتا في العناية المركزة في أسبوع في اسم يسوع تقوم بالسلامة والسكر وصل لـ100. والأخت اللي بعتت رسالة لنجاح الابن في الكلية أو في الطب الرب يعطيه النجاح ويمد يده، ونصلي لأجل انتهار كل الحروب الروحية والحروب على الأجهزة والحروب على الخدام والحروب على الأشخاص في الكرمة والمشاهدين وكل من يشاهدونا. تسقط كل حرب ولا يعود العدو يسنن سنانه ولا يكون كلمة يا رب كل كلمة تقوم في القضاء، أنت تدينها وتعطي للقناة يا رب أن نكون مصلين ومشتركين ومعضدين لعملك على الدوام. أمين 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 في اسم المسيح. أرجع لك يا أخت سلوى وأخت ليديا، ناخد معاكم آية تفضلوا. ومناسبة كلام حضرتك يا أسيس أليكس في يشوع 1:9 في آية بحبها جدا بيقول لك الرب يا سمويل فيها أما أمرتك. أمين. تشدد وتشجع. أمين. لا ترهب ولا ترتعب لأن الرب إلهك معك حيثما تذهب. فلما الشيطان يجي كده ويشن الحرب بيجي الروح القدس يقول لك مش أنا أمرتك، مش أنا قلت لك، مش أنا وعدك، أما أمرتك. ورب يقول لكل واحد خايف، على فكرة الكلام ده لكل واحد خايف مرتبط مضطرب منزعج الآن من أي موقف، روح القدس بيقول لك أما أمرتك تشدد وتشجع لأن الرب إلهك معك حيثما تذهب. في آية رائعة في تثنية 31:8 بيقول والرب سائر أمامك هو يكون معك لا يهملك ولا يتركك لا تخف ولا تفتعل. الرب سائر أمامك. أمين. لا يهملك لا يتركك، عشان كده لا تخف ولا ترتعب. من كم يوم كلمتني واحدة أخت شابة يعني في صغيرة في السن وكانت بتبكي وبتنتحب جدا لأنها لسه راجعة من عند الدكتور وقال لها أنت عندك جلوكوما في عينيكي الاثنين وطبعا مهددة بفقدان البصر، وقالت لي البيت قايم على ربنا وعليا يا أخت سلوى وأنا مش عارفة أعمل إيه. كانت منهارة جدا، في حد في العيلة طيب تعبان، في حد عنده مية زرقة بتأتي، مفيش حد في العيلة خالص.
قلت لها طيب أنا هقولك حاجة، أنت روحي لواحد أخصائي، إحنا هنصلي دلوقتي وفي اسم الرب يسوع الأخصائي ده هيعمل فحص كامل لعينيكي وهترجعي تكلميني تقولي لي مفيش أي مية زرقاء وعناية سليمة 100%. قالت لي أمين. صلينا مع بعض واستودعتها بين إيدين الرب، وجات كلمتني بعد يومين فرحانة مزقططة بتقول لي لإلهنا كل المجد رب سمع الصلاة لما صلينا من يومين. ورحت الأخصائي وكشف قاع العين، قالت لي معاني اتنين كشفوا عليا وقالوا لي انت عندك جلوكوما، لكن الدكتور قال لها انت ما عندكيش حاجه مجدل. انت عينيكي سليمه ما عندكيش اي مشكله ولا اي ميه زرقاء. واحده شابه كانت مخلصه دراسه وليها 7 سنين وشويه قرب 8 سنين مش بتشتغل، وكانت تعبانه جدا والدنيا مقفله في وشها قوي، واتكلمت وهي تعبانة شجعتها، شجعت إيمانها، طيبت خاطرها، قلت لها ثقي في إله رائع حلو. كان في شغلة هي نفسها فيها قوي بس مش عارفة تاخدها إزاي لأن كذا حد مقدم عليها. قلت لها تعالي نصعد ونمتلكها لأننا قادرون بالرب عليها. نشكر رب. اتكلمت تاني وقالت لي الرب أكرمني ورسيت عليا الشغلة دي واشتغلت فيها، باخد مرتب حلو ورب رد كرامتي ورد اعتباري. اخت كان ليها 4 سنين ما عندهاش طفل، هي عندها بنت وعايزه تخاول بنت ما كانتش عارفه، وصلت كتير وعملت عمليات زرع كتير وكله بقى بالفشل. لكن لما كل الامور تبوء بالفشل يد الله تتحرك ويفتح الابواب. بعد ما صلينا وشجعتها بعدها بفترة كلمتني تاني امبارح وقالت لي أخت سلوى رب استجاب وأنا حامل في الشهر السادس. مجدد. فرحانة بصنيع الرب جدا معايا. واحدة أخت كان ليها 10 سنين وكان ما فيش أي احتمالات للحمل إطلاقا، وبعد اليأس الكامل جه الرب والأبواب مغلقة واتصلت وقالت أشكر الرب أنا حامل وفي انتظار مولود قريب. عايز أقول إلهنا ده ما أروعه. واحدة ست ظروفها صعبة شوية عندها أولاد شباب مش متذكرة 3 أو 4 والأولاد دول كلهم مش بيشتغلوا، فالدنيا متلخبطة مش لاقيين شغل ونفسيتها تعبانة جدا. جوزها بيشتغل بس عربيته خسرت وما عندهمش فلوس يصلحوا العربية ومش عارف يروح الشغل، فالدنيا متلخبطة جدا. صلينا مع بعض وحطينا كل أمور حياتهم بين إيدين الرب. اتصلت تاني بتقول لي التلاتة اشتغلوا. قالت لي ما عندناش فلوس نصلح العربية، الرب بعت واحد صديق لجوزي صلحها له كده ببلاش وخلاها تمشي زي الفل. أمين. ويفهم في العربيات والرب أكرمنا بتصليح العربية. أمين. الولاد اشتغلوا وجوزي اشتغل والرب اتمجد معانا. عايزة أقول الاختبارات كل يوم، حتى أنا بقول بجد بتضايق أني مش بلحق أكتبها، مش بلحق أفتكرها حتى لأني بيبقى التليفونات ورا بعض ورا بعض ورا بعض. بنعظم الرب لكن بتكون التليفونات كتيرة. عشان كده إحنا بنحتاجين صلاتكم مرة تاني وتالت ورابع، وبنقول لكم شاركونا بالصلاة عشان النفوس تيجي كتير، عشان الرب يجيب الكنيسة يكمل عدد العروس، عشان نروح عشان يجي ياخدنا. عايزين الأرض تمتلي من معرفته، كل الأرض تمتلي من معرفته كما تغطي المياه البحر، عشان كل النفوس اللي الرب عارف إنها هتوافق وهترضى تيجي تيجي علشان يكمل عدد العروس. هاللويا. ربنا يبارككم. أمين أمين يا أخت سلوى، ربنا يباركك. شكرا ليكي أخت ليزيا. لو عندك كلمات ختامية بردك. يا في الحقيقة وصلت لنا رسالة عن طريق السوشيال ميديا الفيسبوك في قناة الكارما، والأخت دي أخت كانت مسلمة سابقة من الجزائر، والأخت دي بعتت لنا قالت أنا عايزة أعرف طريقة أتبرع إزاي لقناة الكارما. وفي وسط الكلام كتبت كلمتين كده، قالت أنا ست بسيطة، أنا مكسة في البيت، أنا قاعدة في البيت بشتغل على إيدي كده على المكنة أنا وأختي، لكن شعرين بفضل الرب وعايزين نرد له الدين في قناة الكارما. الأخت دي قد ايه فرقت معايا قوي قوي،
أخت بسيطة جدا، أخت وهي بتشتغل وهي في البيت، وأخت عابرة، لكن عرفت القصد والهدف اللي الرب جابها عشانه. عرفت انها في إرسالية عظمى، عرفت ان في حاجة اسمها Great Commission، انه الإرسالية دي ما ينفعش يكون هي بعيد عنها. عرفت نداء الرب، ها انا ذا ارسلني. عرفت الهدف والخطة انه الرب جابها، قال كده هو عشان خاطر يدي تاني، جيب ناس تانية تروح وتلاقي ناس كتيرة قوي قوي بعيدة عن الرب بتجيبهم بتبرحها في قناة الكارما. حقيقة أنا بشكرك جدا لو أنت بتتفرجي علينا، بشكر الرب اللي فيكي لأنه أنت عرفتي كويس قوي قوي كلمة الرب اللي بتقول، قال كده هو للتلاميذ، ودي كانت آخر وصية، اذهبوا إلى العالم أجمع وكرزوا بالإنجيل الخليقة كلها. ما ينفعش نكون بناخد الرب ونبسط بيه ونتهنى ونفرح بيه وإخواتنا بعيد، ما ينفعش. قال كيف أذهب السماء وأخي ليس معي. مهم قوي قوي أن نكون بفكر في أخويا، مهم قوي أن نحط إيدي في إيد قناة الكارما عشان نذهب معا للعالم أجمع. أيوة بولس رسول كده، ونحن العاملون معه. مهم قوي تعرف أنه الرب يعرف يوصل لكل الناس، طبعا يعرف يوصل لكل الناس، لكن اختار حضرتك وحضرتك، واخترنا إحنا، اختار المزدرة وغير الموجودة، واختار ضعفاء العالم. يمكن إحنا مش في قوتنا ولا في تقوانا، لكن بنشكر الرب لأجل إلهنا اللي في وسطينا وجبار يخلص. بنصدق قوي أن الرب يوصل بيه كوبية وبكل الناس اللي هم عارفين المسؤولية وعارفين الجريت كوميشن، عارفين الإرسالية العظمى، عشان يذهبوا إلى العالم أجمع بأجمل بشارة. البشارة المفرحة هي بشارة الإنجيل، معناش أجمل ولا أروع منها، لكن واثقين في إلهنا أنه يقدر يوصل ونخطف نفوس من كل مكان بعاد عن المسيح وناخدهم لمجد المسيح، وعشان المسيح يجي ثانية ويلاقي العروس مستعدة وجاهزة وتقول أمين تعالى أيها الرب يسوع. هاليلويا، مبارك اسم الرب. ربنا يباركك ليديا، ربنا يباركك اخت سلوى. أسيس أليكس هترجع لحضرتك تصلي لنا تاني، لكن احب ان انا بشكركم لاجل الوقت الرائع اللي قضيناه مع بعض، وانا بوصيكم وبحط الكارما ما بين ايديكم انكم تصلوا لاجل الكارما، صلوا لنا، لانه في حرب مش بس حرب معنويه، لكن بتوصل للحرب انها بنشوف ما بين ايدينا، زي ما عرضت في بدايه الحلقه انه حتى يعني النهارده فوجئت انه جهاز ده العقل الالكتروني لجهاز سيرفر النهارده لقيته مولع وطفى، ربنا طفى لوحده ما اعرفش ازاي، ده نار ولعت فيه والنار تفحمت الاسلاك ونار ولعت، لو تاخدوا بالكم نار مولعة في الأسلاك، والغريب أن أنا ما أعرفش إزاي النار دي اتطفت لوحدها، وأنتوا عارفين لما بيكون في بلاستيك وحاجات زي كده بتولع النار ما بتطفيش، وده موجود في أوضة في سيرفر روم مليانة أجهزة، مليانة مئات التيرابايتس من انفورميشن وبرامج ومعلومات وأجهزة غالية بمئات الألاف الدولارات وأرقام رهيبة، لكن أنا بشكر الرب لأجل حمايته بسبب صلاتكم وبسبب تشجيعكم للعمل وأنكم حراس معانا على الأسوار. الرب بيحمي العمل، بطلب تكملوا صلاة، كملوا صلاة ليا، صلاة للفريق اللي بيشتغل في قناة الكارما، صلاة للخدام، صلاة لأجل كل طلبات الصلاة اللي بتوصل لنا، صلاة أن الرب يسدد كل احتياج للقناة، لأنه فعلا في احتياجات كبيرة. وبالمناسبة دي أنا بشكر ربنا جدا لأنه في ناس ربنا بيحط على قلوبها انها دعم العمل في قناه الكارما. النهارده كان معانا الاسيس ناصر كتكوت من مصر، والاسيس ناصر جه قال لي انا عايز ادي لك المبلغ ده، المبلغ ده من ست من اخت على قدها جدا ما عندهاش فلوس، لكنها بتحوش المبلغ ده بقى لفتره كبيره جدا، حطته 6000 جنيه مصري وجابته ومش عايزه تقول على اسمها. فانا بشكرك اكيد لما تسمعينا، انا بشكرك وبشكر محبتك للرب اولا، انك انت بتحبي تخدمي الرب، تخدمي الرب، وده انا عارف انه من احتياجك. ربنا يباركك ويستخدمك ويستخدم البذره دي تكون سبب بركه للقناه وتسبب سبب توصيل رساله المسيح لملايين حول العالم. ربنا يبارككم احبائنا، انا بشجعكم وبقول لكم انه تشاركوا معانا كمان ماديا في قناه الكارما، لانه بنحتاج تدعمكم، تدعيم الشهري زي ما قلت لحضراتكم في احتياج كبير في الشهور دي، لانه بعد الفند ريزنج بعد الحصاد بنلاقي التبرعات قلت جدا. فانا بشجعك تكون شريك شهري معنا في قناه الكارما، وتكوني شريكه شهريه باي مبلغ ربنا يحطه على قلبك، ان شاء الله 30 دولار في الشهر،
هيفرق معنا جدا. ربنا هيباركه ويستخدمه للمجد اسمه. أسيس أليكس أنا هرجع لحضرتك تصلينا وبفكركم أحب أنا تكونوا حراس على الأسوار، وكمان بفكركم من عيد الحصاد السنة دي جاي 6 نوفمبر، يعني احنا قربنا شهرين تاني تقريبا ويكون عندنا عيد الحصاد، مش هيكون في ديسمبر المرة دي لأنه السنة جاية كمان هيكون الوقت بيتغير الأوقات. فأنا بشجعكم تصلوا لأجل القناة، تحضروا معنا في البانكويت 17 سبتمبر، وشفنا الإعلان أكتر من مرة. وأسيس أليكس بطلب أنك بتصلي لأجل كل طلبات الصلاة، صلي لأجل حماية للأجهزة، حماية للشباب. في واحد من الشباب الأيام اللي فاتت فجأة دخل إمرجنسي وقعد أكتر من كذا يوم هناك، نشكر ربنا طلع بالسلامة كويس. في أخت تاني معانا في ابن أختها راح السماء في الوقت اللي فات ده، فبنصلي لأجل عائلاتها في مصر، ربنا يعزيهم وطيب خاطرهم في اسم المسيح. ففي حروب كتيرة كتيرة على القناة وعلى الشباب اللي بيشتغلوا عليا وعلينا، فبنصلي حماية على المكان في اسم المسيح. آمين. فضل أسيس. يا ربي لمن نذهب وكلام الحياة الأبدية هو عندك. نشكرك لأنه مكتوب الحرب هي ليست لكم ولكن الحرب هي للرب، الفرس وراكبهم قد ترحم في البحر. نشكرك يا رب لأنه فعلا نحن نثق يا سيد أن الذي جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم في الصليب هو الإله الذي يجرد كل الحروب الروحية والنفسية والمعنوية. لأنه نهتف ونقول شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين ويظهر بنا رائحة معرفته الزكية. نصلي يا رب تعزية للأخت التي فقدت قريب لها، ونصلي يا سيد الرب أن تمسح كل دمعة من عيونها ومن عيون الأم وعيون هذه الأسرة، وتعطيهم فعلا يا رب أن يرتفعوا فوق الآلام لأنك تعطي مع التجربة المنفذ. نشكرك يا رب لأنه أنت رئيس كهنتنا، تألمت مجربا في كل شيء مثلنا بلا خطية، تعين المجربين، حماية على أخونا الحبيب صامول، أختنا منى يا رب، أختي ليديا، أختي سلوى، كل مقدمي البرامج. ونثق يا رب أنه إذا ازدادت الحرب ازدادت النصرة، وإذا ازدادت المعوقات لكن سننصب حجر المعونة ونقول إلى هنا أعاننا الرب. نشكرك يا رب لأن في ضيقنا تتضايق وترسل ملاك حضرتك وينجي. نشكرك يا رب لأجل النجاة ولأجل تسديد كل احتياج روحي ومادي ومعنوي، وحماية يا رب على كل أحبائنا خلف الكاميرات وفي الإخراج وفي الصوت، والأخوات يا رب بياخدوا المكالمات وتعب محبة قناة الكرمة 24 ساعة 7 أيام يا رب. أنت صخر الدهور التي شرب منها الشعب الذين لم تبلى ثيابهم ولم تبلى نعالهم، لكن يا رب كنت تحملهم كما يحمل النسر فراخه على منكبيه. ونحن نثق يا رب كما ارتفعت وأخذت قدرتك وملكت وأجلستنا في يمين القوة وفي يمين العظمة في الأعالي يا رب، أنه لا يعثر عليك أمر، لكن إله السلام يسحق الشيطان وكل طرقه وكل حروبه سريعا تحت الأقدام باسم الرب يسوع. ننتار عدو الخير عن الأجهزة، عن الأرواح، عن النفوس، عن الأجساد، عن العائلات، عن المشاهدين، عن كل بيت بيشاهدنا، ونقول يا رب فعلا قناة الكرمة شعلة منتشلة من النار نحن وجميع المشاهدين. من أنت أيها الجبل العظيم أمام زربابل وأمام أخونا صموئيل وأمام كل مؤمن ومؤمنة تصير سهلا. نأمر يا رب جميع الجبال أن تنتقل وتنطرح في البحر الآن ولا يكون لها مكان. إن كنا بروح الله نخرج الشياطين يا رب عن هذا المكان ومحارباتها وعن كل بيت يشاهدنا، فقد أقبل علينا ملكوت الله الذي هو ليس بالكلام ولا باللسان لكن بالقوة وبرهان الروح القدس. يتعظم عملك في وسط السنين، نعلن نصرتك وأنك أخذت قدرتك وملكت وغلبت، لأنه هم غلبوا بدم الخروف وكلمة شهادتهم. نعلن غلبتنا بدم يسوع، الاسم الذي ارتفع فوق كل اسم وفوق كل جبل وفوق كل مرض.
تخرج قوتك. اذكر يا رب ليديا اللي منتظره امتحان سواقه بنت الاخت روزيت، واديها نعمه يا سيد الرب ان تنجح، وكل من طلب الصلاه على الشاشات والسوشيال ميديا والطلبات نثق يا رب انك سمعت واستجبت. امين. هاليلويا. امين امين امين. ربنا يبارككم احبائنا. اسمع معكم الكلمات الاخيره اللي هي الايات. ارى معنا القسيس اليكس من يشوع واحد، وبنستقبل كل الكلمات دي باسم المسيح. 8 و9 و10 ربنا يبارككم. اخت سلوى كمان شاركت معنا من يشوع واحد. فانا هسيب معاكم الايه الاخيره وبشجع بيهم بيها كل واحد من حضراتكم، وانا كمان بتشجع بيها. اما امرتك تشدد وتشجع، لا ترهب ولا ترتعب، لان الرب الهك معك حيثما تذهب. ربنا يبارككم احبائنا ويستخدمكم، وتكون قناه الكرمة سبب بركه ليكم دايما، وتكونوا انتم كمان سبب بركه لقناه الكرمة. ربنا يبارككم والى اللقاء. يسوع جه وقال قال الكرمة الحقيقية كنت كمال الأبصار ولازم تثبتوا فيا. الكرمة يلا بعزيمة ويه نتشارك المسؤولية ونخلي رسالة الكرمة توصل كل البشرية.